تمام يا دكتور، بدأ كده. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لمحاضره النهارده يا جماعه، زي ما اتفقنا هنبدا في الستارتنج اوف اندكشن موتور. هنا في عروض، مش مشكله، انا هظبطها لكم في النسخه اللي انا بعدها. يبقى ده الستارتنج اوف اندكشن موتور. طبعا انتوا وقفتوا مع الدكتور علي في الجزء اللي هو الخاص بالاندكشن موتور لحد تقريبا اللي هو التستنج، ازاي نجيب البارامترز اللي هي سواء كانت الار ايكوفالنت او الاكس ايكوفالنت والار سي والاكس ال، واشتغلنا الكلام ده على الايكوفالنت سيركت اللي هي ابروكسيميت ايكوفالنت سيركت. تمام. فعرفنا ان البارامترز اللي عندنا في الاندكشن موتور، عرفنا ان هي ار 1 واكس 1 دي الامبيدنس بتاعت الستيتور، وعرفنا ان احنا عندنا كمان الماجنتيك رياكتنس اللي هي الاكس ال، وعندنا الكور ريزيستنس اللي هي المقاومه بتاعت الكور. ودي عملناها طبعا او عملتوها مع الدكتور عادل من خلال اللي هي الاوبن سيركت تيست، وقدرنا نحدد فيهم البارامترز بتاعتها. الجزء الثاني من الامبيدنس اللي موجوده في الاندكشن موتور اللي هي الامبيدنس الخاصه بدايه الموتور، وعرفنا ان هي بتتكون من جزئين، الجزء الاولاني اللي هو ار 2 والجزء الثاني اللي هو الدايناميك ريزيستنس او بنسميه اللود ريزيستنس، ودي عباره عن ار 2 على اس 1 ماينس اس. والمقاومه دي في الحقيقه يا شباب هي مقاومه بتمثل اللود اللي موجود على الموتور. يعني طبعا هي الريزيستنس هنا جزئين، جزء بيمثل المقاومه الحقيقيه بتاعت الموتور، والجزء الثاني بيمثل المقاومه اللي هي بتكافئ قيمه الحمل اللي بتوصل على الموتور، لان طبعا الموتور هو الاحمال اللي عليه احمال يعني ميكانيكال لودز، احمال ميكانيكيه وليست احمال كهربائيه. لكن لما احنا بنتعامل معاها كسيركت كدائره كهربائيه بنحط مقاومه تكافئ اللود ده. والباور اللي هي بياخدها اللود دي كانها الديفولت باور اللي هي فعلا رايحه الى الحمل بتاعنا. تمام. فالمقاومه دي بنسميها اللي هي الدايناميك ريزيستنس، او بنسميها اللود ريزيستنس، او ممكن نسميها اديشنال ريزيستنس، يعني مقاومه اضافيه بتعبر عن قيمه الحمل اللي عندي. لو جمعنا المقاومه دي مع المقاومه دي، احنا عارفين ان هي بتديني ار 2 على اس، يعني المقاومه دي اللي هي ار 2 اللي هي الاكشوال ريزيستنس، يعني دي المقاومه الفعليه فعلا بتاعه ملفات الموتور. تمام. والمقاومه دي زي ما قلنا دي مقاومه، لو جمعناهم مع بعض قلنا هيديني ار 2 على اس. تمام. الجزء الثاني من الامبيدنس بتاعت الموتور اللي هو الاكس 2 اللي هي جي اكس 2، ده الليكج رياكتنس اللي هو بيمثل ملف او بتمثله ملفان مين؟ ملفات الموتور. تمام. طبعا لما احنا عرفنا الجزء ده في بدايه الترم، عرفنا ان الار 2 لو جمعناها مع ار 2 على اس 1 ماينس اس بيديني ار 2 على اس، يعني رياضيا لو احنا جمعنا المقاومتين دول هيديني ار 2 على اس. تمام. والار 2 على اس بنسميها افكتيف روتر ريزيستنس، افكتيف روتر ريزيستنس، ودي فاريبل مع الايه؟ فاريبل مع الاسلام. وطبعا عرفنا ان الاس دي اللي هي الاسلام فاكتور، وده ديبند على مين؟ ديبند على السرعه بتاعت الموتور، ديبند على السرعه بتاعت الموتور، والريليشن طبعا انتوا عارفينها اللي هي بتساوي ان اس ماينس ان ام على ان اس، ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاسلام فاكتور. يبقى ده معامل الانزلاق بنسميه الاسلام فاكتور، وده هو عباره عن الريلاتيف سبيد على السنكرونس سبيد. والريلاتيف سبيد اللي هي السرعه النسبيه، اللي هي فرق السرعه بتاعت الان اس ناقص الان ام، سرعه الروتيتنج فيلد ناقص الروتر سبيد اللي هي الان ام على الان اس بيديني الاسلام. فكل ما كانت الاسلام متغيره نتيجه السرعه، كل ما كانت الريزيستنس ايه متغيره، كل ما كانت الريزيستنس ايه متغيره. سواء فصلنا الريزيستنس كلها اللي هي كانت ار 2 على اس، فصلناها للار 2 وار 2 على اس فاينس اس، او سيبناها زي ما هي مش هتفرق معانا يعني. يعني ممكن نشيل المقاومه دي ار 2 وار 2 على اس واحد على اس، نشيلهم خالص ونحط مكانهم مقاومه واحده قيمتها ار 2 على اس. في الاثنين زي بعض ما فيهمش اي مشكله. لكن الهدف ايه؟ الهدف ان تغير السرعه زي ما احنا عارفين بيغير في قيمه الاسلام، وبالتالي الريزيستنس دي ايه؟ الريزيستنس دي هتتغير معايا. تمام؟ فدلوقتي عشان نبدا بقى ندخل في الاستارتنج، احنا كده بدانا يعني نرجع تاني سريعا على شكل الايكوفالنت سيركت. يعني رجعنا دلوقتي يعني قرينا تاني الايكوفالنت سيركت اللي احنا خدناها مع الدكتور عادل، وعرفنا ان احنا اخر ايكوفالنت وصلنا ليها هي الابروكسيميت. اللي هي الابروكسيميت سيركت. الابروكسيميت سيركت ان احنا عملنا تبسيط في الدايره ونقلنا دايره الماجنتيك كور او الماجنتيك سيركت بتاعتنا اللي هي بتاعت الكور القلب الحديد نفسه، نقلناه لجوار الصدار. لانها جوار السبلاي باعتبار ان الفولت بتاع السبلاي تقريبا هو الجي اللي هنا، تقريبا هو الجي ام اف، ده ابروكسيميشن في الدايره يعني تبسيط في الدايره، فتقريبا الفي 1 هو الجي 1. تمام.
ونقلنا الامبيدنس اللي كانت هنا بتاعت الاسكيتور نقلناها لجوار النوتو. تمام؟ ودي بالنسبه لنا سميناها ابروكسيميت سيركت. هنبدا ندخل عليها كاناليسيس بقى. ندخل اول حاجه هنشتغل عليها في الاسبيد كنترول وهنشتغل عليها في الستارتنج لحد ما نخلص الايه؟ الجزء بتاعنا. وخلصنا دلوقتي بمعلومه بسيطه جدا وعرفنا ان تغير الاسبيد بيغير في الاسلاب بناء على العلاقه اللي انتم عارفينها ان الاس بتساوي ان اس ماينس ان ام على ان اس. وكل ما كانت الاسلاب متغيره كل ما كانت الريزستنس بتاعت الموتور ايه؟ متغيره. فلو جينا استرجعنا مع بعض شكل التيار اللي ماشي في الدائره هنا كنت بتحسبه ازاي في الجزء الاولاني الاي 2؟ الاي 2 كنا بنحسبه ازاي في الابروكسيميت؟ كنا بنقول الفي اللي هنا اللي هو الفي 1 على الامبيدنس اللي هنا. والامبيدنس اللي هنا عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن الار 1 زائد الار 2. تمام؟ ده الريال. الريال برضه ار 1 زائد ار 2. وده اللي بنسميه ار 2 على اس. نعم. ايوه ار 1 زائد ار 2 على اس. لا ما انا ماشي تمام. ما انا خلي بالك الدايره هنا انا سايب ده لوحده. تمام؟ كلامي صح؟ كلامي صح. ار 1 زائد ار 2 على اس. وانا من شويه قلت ان ار 2 على اس هي عباره عن ايه؟ عباره عن ار 2. لو انا عايز افك ار 2 على اس بفكها ار 2 ومين كمان؟ وار 2 على اس بواحد ايه؟ واحد ماينس اس. يبقى المقاومه دي ار 2 وار 2 على اس بواحد ماينس اس انتوا عارفينها ان هي ار 2 على اس. فمفيش مشكله يعني نقول زي ما قال ما بتقول يعني عادي الاثنين صح. الار ايكوفالنت هي ار 1 زائد مين؟ زائد ار 2 ده الايكوفالنت. تمام؟ لو انا عايز افك الار 2 على اس بفكها الار 2 وار 2 على اس بواحد ماينس اس. تمام؟ احنا لما عملنا الدايره دي بالشكل ده كان الهدف ان انا اخد ايكوفالنت امبيدنس. ايكوفالنت امبيدنس الار 1 والار 2 هسميها الار ايكوفالنت، واكس 1 واكس 2 هسميها اكس ايكوفالنت. تمام؟ وهيبقى معايا الار 2 على اس بواحد ايه؟ واحد ماينس اس. تمام؟ ده كده شكل الامبيدنس الايه؟ اللي هي الايكوفالنت امبيدنس اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في دايره اللي هي بتاعت الاسكيتور وبتاعت الروتر. تمام؟ في دايره الابروكسيميت. في دايره الابروكسيميت. لما نيجي نحسب الاي 2 اللي هيمر في البرانش ده اللي هو الروتر كارنت هيكون عباره عن ايه بقى يا شباب؟ هيكون عباره عن الفولت ده اللي هو الفي 1 على الامبيدنس اللي هنا. على الامبيدنس اللي هنا. طيب الامبيدنس اللي هنا فيها ترم متغير اللي احنا قلنا عليه وبنغير بتغير السليب او السرعه. تمام؟ لان السليب زي ما اتفقنا معتمد على السرعه، فكل ما كانت السرعه متغيره كل ما كانت الريزستنس اللي هنا اللي هي اللود ريزستنس متغيره. عايزين نحسب التيار دلوقتي في حاله مين ده؟ في حاله السليب. يعني التيار ده يا شباب التيار ده هو عباره عن الفي على الايه؟ على الامبيدنس دي كلها. تمام؟ ات ان سليب عند اي سليب. لكن حاليا دلوقتي انا عايز احسبه عند الستارت. يبقى انا اشيل الاس واحط مكانه كام؟ كلكم عارفين عند الستارتنج السرعه بصفر. عند الستارتنج السرعه بصفر. كمان لسه الموتور هيبدا يتحرك. يبقى في لحظه الانيشال ستارتنج السرعه بتاعتي الانيشال سبيد السرعه بصفر. يبقى الترم ده هيكون بكام يا شباب؟ الترم ده هيكون بكام؟ صفر. هيكون صفر. تمام؟ مش موجود معايا بزيرو. تمام. يبقى القانون الاولاني في المعادله هنا اللي هو الاي مين اس ده معناه اي مين في حد الستارتنج. الاس دي معناها الستارتنج اختصار لكلمه ستارتنج. يبقى اي 2 ستارتنج هو عباره عن الفي 1 اللي هنا على الامبيدنس اللي هنا. وهنشيل الاس اللي هنا الاول نحط مكانها واحد لان عند الستارتنج السبيد بزيرو يبقى الاس بواحد. هيبقى معايا دول فقط. مين دول؟ اللي هي الار 1 وار 2 اللي انا بسميها ار ايكوفالنت. تمام؟ اللي هنا. واكس 1 واكس 2 بسميها اكس ايكوفالنت. تمام كده يا شباب؟ وطبعا انتوا عارفين مين الار ايكوفالنت ومين الاكس ايكوفالنت. لما نيجي بقى لو انتوا فاكرين البي ارجاب. البي ارجاب ده الارجاب باور. كانت المعادله بتاعتها ايه؟ 3 اي 2 سكوير في ار 2 على اس. تمام؟ بنقول طبعا خلاص كده الدكتور عادل قفل الجزء ده مش هندخل طبعا ايه؟ في شرح الكلام ده احنا هناخد الفينش بتاع القوانين بتاعتنا. الارجاب هي عباره عن 3 اي 2 سكوير في ار 2 على مين؟ على اس. وكنا بنحسب التورك ديفولوب. التورك ديفولوب اللي هو التورك اللي هو اوريدي على الروتر اللي هو هيعمل ديفولوب لمين؟ هيبدا يقود الروتر للحركه. ده بنسميه التورك ديفولوب. عباره عن مين؟ البي ارجاب على اوميجا اس. تمام؟ دي اللي هي الجنرال اكسبريشن بتاعتكم احنا نحسب انها التورك ات ان سليب. ده التورك ات ان سليب يعني عند اي سليب يدوني في الدايره او يدوني في المشين اقدر احسب التورك من العلاقه دي. بس ما ننساش ان التيار اللي هنا ده التيار اللي هنا ده بيجيبه من المعادله اللي فوق من الدايره اللي فوق.
لو انا عايز احسب التيار عند اي سلم. لكن لو انا عايز احسب التورك دلوقتي عند الستارتنج هاخد نفس المعادله، بس السلاب اللي موجود في معادله التيار والسلاب اللي موجود في المعادله اللي هي بتاعت التورك هنشيله ونحطه مكان واحد. تمام؟ لان انا عايز اجيب التورك عند مين؟ عند الستارتنج. لما نيجي بقى نعوض الاول بالتيار اللي هنا، التيار اللي احنا لسه كاتبين المعادله بتاعته فوق، بس هو متربع هنا في معادله الباور، التيار ده متربع في معادله الباور، يبقى ربع المعادله اللي فوق، هيبقى فيه تربيع على لما نيجي نربع المعادله اللي فوق نجيب الكرنت، هو فيه ورق، تمام؟ بس هنعوض بيه ماجنتيود برضه ما تنساش، لان انتوا عارفين طبعا ان ده ما شاء الله كان في ناس حتى في الامتحان اللي هو الترم الاولاني لما كانوا بيحسبوا الباور كان بيطلعوا الباور ماجنتيود وانجل، وفي ضربه احيانا كانت بتطلع افشنسي ليها زاويه كمان. ده ليه يا شباب؟ لان هو كان بيعوض في المعادله بتاعت التيار بيعوض كومبلكس، يعني كان بيعوض ماجنتيود وانجل في المعادلات اللي زي دي. لما نيجي نحسب الباور كلكم عارفين ان الكرنت هنا ماجنتيود، محدش يحط زوايا، انت بتحسب الماجنتيود بتاع التيار لما تيجي تحسب الباور. ففي طلبه كتير يعني للاسف كانوا بيحطوا التيار كان ايه؟ ماجنتيود وزوايا. المهم التيار اللي فوق ده كومبلكس، انا بقول فيه على ار زائد جي، فنجيب الماجنتيود. ماجنتيود الكلام ده ايه؟ جذر ار تربيع زائد اكس تربيع. يبقى في ماجنتيود الفي هو في لان الزاويه صفر، والار زائد الجي طبعا جذر الار تربيع زائد اكس تربيع. لما نيجي نعوض بقى هنا هيبقى التيار ده متربع كمان، يعني التيار ده متربع، هيبقى الفولت تربيع على تربيع الكلام اللي كان هنا ده اللي هو جذر، الجذر هيروح مع التربيع، هيبقى المعادله بتاعتك الاخيره دي اللي هي 3 في تربيع، تمام؟ المفروض كان على جذر الار ايكوفالنت تربيع زائد اكس ايكوفالنت تربيع الكل تربيع. تمام؟ لان ايه؟ التيار متربع، فالمقام والبسط هيتربع معاك في التربيع اللي تحت هيكون على الجذر. تمام كده؟ فهيبقى معاك المعادله دي. المعادله دي يا شباب دي التورك اللي قلت لاد ان سليب، اد ان سليب. وما ننساش كمان نخلي بالنا من حاجه، المفروض الار 2 اللي هنا دي ار 2 على اس، تمام؟ والمفروض الار ايكوفالنت زائد جي اكس زائد اكس ايكوفالنت بتاعنا كان المفروض زي ما الايه ما كانت بتقول في الاول خالص. لو عايز اكسب التورك بقى عند سليب مثلا 1% او 5%، ما ننساش بقى ايه؟ المقاومه دي تتحط معايا في الدايره. المقاومه دي هي هنا دلوقتي بصفر، مش موجوده في الدايره لان انا من الاول شلت الاس بواحد، فالترم ده بقى صفر. لكن لو انا عند اس 1% او 5% او عند اي سلب، المقاومه دي ما صفرهاش بقى معايا، لازم اخدها في الايه؟ اخدها في الاعتبار وادخلها في القانون بتاع مين؟ بتاع الاي 2 من الاول. تمام؟ ده احنا طبعا حاجات انتوا خدتوها ممكن في ايه؟ في الاول طبعا. لكن دلوقتي احنا هنركز فقط على مين؟ على التورك، على التورك ستارتنج. تمام؟ فلما اجي اقول التورك ستارتنج هشيل الاس اللي هنا فقط. الاس اللي هنا فقط والاس اللي كان جوه الار انا شلتها منين؟ من الاول من الدائره. اصبحت المعادله بتاعتي بالشكل ده. تمام؟ 3 في 1 تربيع في ار 2 على اوميجا اس في ار اي تربيع زائد اكس كوم تربيع. والاس اللي كانت في المقام بواحد. دي كتبنا تاني المعادله هنا. تمام؟ وقلنا ان المعادله دي ممكن تروح للمعادله دي ابسط سنه شويه. ليه؟ خدنا 3 على اوميجا اس وسميناها بونصا اسمه كي. 3 على اوميجا اس سميناها بونصا اسمه كي، حيث ان الكي ده هو 3 على اوميجا اس. وكلكم عارفين ان الاوميجا اس هي عباره عن اللي هي 2 باي في ان اس على كام؟ على 60. والان اس هي 120 اف على بي، دي بنسميها سنكرونس اس بي. والاوميجا اس هي برضه سنكرونس اس بي بس راديان بير سكند. راديان بير سكند، انما الان اس ده ار بام ريفولوشن بير من. ده كده في حد عنده مشكله في التورك ديفولوب في حاله الستارتنج؟ تمام. التورك ديفولوبد في حاله الستارتنج يا شباب هو المفروض يعني بيتراوح من 200% الى 350%. يعني الستارتنج تورك بيتراوح من 200% الى 350%، يعني ايه؟ من الفول لود طبعا، من الفول لود يعني مرتين الى 3.5 مره من الفول لود. ده المفروض ان الاندكشن موتور الستارتنج تورك بتاعه يكون اعلى مرتين الى 3.5 مره من الفول لود علشان يقدر يشيل الحمل اثناء الستارت، علشان يقدر يشيل الحمل اثناء الستارت. تمام؟ في حاجه بقى سؤال هساله لكم منها، ليه الستارتنج، ليه الستارتنج كارت لما باجي اشغل الاندكشن موتور لحظه الستارتنج بيسحب تيار عالي؟ هرجع تاني للدايره، هرجع تاني للدايره، ليه اثناء الستارتنج الكارت اللي هو الاي دي بيكون عالي وممكن يعمل مشكله في الموتور؟ لو انا ما عملتش كنترول عليه ممكن يعمل لي مشكله. عشان ان اس بي اب 0؟
وساعتها اللي هي سرعه الموتور يعني بتبقى بزيرو، والاوميجا ساعتها بزيرو. هو عند الستارتنج ال ان اس زيرو، ال ان ام، ال ان ام بزيرو تمام، ساعتها الاوميجا ام بزيرو تمام. بما ان ال اي اساسا بتعتمد على على الاوميجا، حد ده عنده اجابه يا جماعه؟ دكتور عشان الاس هتبقى بواحد، فيعتبر في شورت سيركت في الجزء الثاني اللي هو ار 2 على اس ده. تمام، مين اللي جاوب الاجابه اللي هتقولها صح يعني؟ اندرو ايه؟ ما في كذا اندرو تقريبا. اندرو حنا صح؟ تمام. طيب هو اندرو اجاوب جزء ان الاجابه صح تمام، اللي هو ايه؟ احنا لسه قلنا من شويه ان المقاومه دي في حاله الستارتنج تمام، انا بقول ار 2 على اس، ار 2 على اس، وبرضه هرجع لكم بايه؟ ان المقاومه دي والمقاومه دي ار 2 وار 2 على اس في واحد ناقص اس هي كام يا شباب؟ هي ار 2 على اس، هي في الاساس ار 2 على اس، بس احنا فكيناها لترمين، ترم اسمه ار 2 عشان يمثل المقاومه الحقيقيه بتاعت ملفات النحاس، ومقاومه ثانيه بتمثل اللود، لكن لو انا عايز ارجعهم لاصلهم هاخد الاثنين دول واسميها ار 2 على اس. فاندرو دلوقتي بيقول ايه؟ بقول لي ان ار 2 على اس لحظه الستارتنج الاس بواحد، فلما بقسم ار 2 على واحد حيث ان ار 2 اصلا في الطبيعي بتاعي ار 2 صغيره، يعني هنقول نعتبرها واحد كوب، هنعتبرها كبيره شويه هنعتبرها واحد كوب، فلما اقول ان هي واحد كوب لما اقول واحد على واحد هيديني واحد، فقيمه الريزستنس هنا اثناء الستارتنج بتبقى صغيره جدا، فالتيار اللي هنقوله هنا هيبقى عالي قوي. نقول تاني التيار هيبقى عالي قوي في حاله الستارتنج، برده ما بيبقاش فيه باك ام اف. لا ده الاجابه بتاعتك دي في الدي سي، في الدي سي بس دي سي، ده في الدي سي تمام، يعني الاجابه دي تجاوب عليها في حاله الدي سي لان الاندكشن ما فيش باك ام اف في الاندكشن تمام، بس في حاجه اسمها انديوسد اي ام اف او بنسميها اندكشن اي ام اف. يعني ايوه الانديوسد اي ام اف هنا في حاله الستارتنج بزيرو، والمفروض ان الفولت ناقص الاي على الـ على الار. ده بالعكس بالعكس يا ايه، ودي الاجابه اللي انا كنت عايز اسمعها منكم، الانديوس اي ام اف في الاندكشن، في الاندكشن لحظه الستارت بتبقى اعلى من مين، ولما بقسمها على الامبيدنس بتديني طار عالي جدا، واقول لكم ايه تمام. خلينا الاول في اول اجابه من ليه التيار ده عالي؟ قلنا التيار ده عالي لان يا شباب الاس اللي هنا بتبقى بكام؟ الاس اللي هنا بتبقى بواحد اكبر ما يمكن وموجوده في المقام، فلما بقسم على رقم كبير في المقام اكبر حاجه بالاس بواحد، ده بالنسبه لو انا هشغل الاندكشن كابول تمام، عشان ليها رنجات ثانيه هنعرفها بتبقى بالماينس زيرو لماينس واحد، وليها رنج ثانيه هنعرفها ان شاء الله في نسبه كنترول برضه او في البريكنج في الدراير بتبقى من واحد لاثنين، بتبقى من واحد الى اثنين، لكن لو انا بشتغل في الموتورنج الاس بتاعتي بتبقى من زيرو لواحد، فاكبر حاجه للاس هتبقى كام؟ واحد، فانا لما اقسم على رقم كبير بيديني ايه؟ رقم صغير في الاخر. فالمقاومه دي لما تبقى صغيره اصغر ما يمكن ليها في حاله الاستارت. فبتسحب لي تيار عالي فالموتور بيدي لي تيار ان رش كارنت عالي كده ممكن يعمل لي مشكله. تمام؟ دي اول سبب. السبب الثاني ايه؟ فاكرين لما انا شرحت لكم البامبر وايندنج اللي احنا كنا بنوظفها في السنكرونس موتور، ان احنا نشغل الموتور كانه اندكشن في الاول وبعد كده الدمبر وايندنج ممكن نسيبها موجوده علشان نعالج مشكله الدمبر افكت، او ممكن نفصل الملفات خلاص انا شغلتها في الاول كاندكشن افصل الدمبر وايندنج واسيب الموتور شغال كانه سنكرونس، وقلنا ممكن نسيبها ان هي تعالج المشكله لو انا في بعض التطبيقات اللي ممكن معرض ان يحصل مشاكل زي ما احنا قلنا اسباب الرابطنج قبل كده، قلنا نسيب برضه الدمبر وايندنج علشان تعالج مشاكل ايه الرابطنج افكت. فقلنا ايه؟ قلنا لو الروتر بيتحرك بنفس سرعه السينكرونس، لو الروتر بيتحرك بنفس سرعه السينكرونس مش هيبقى في تقاطع. تمام، وهسالكم سؤال برضه هنا، هسالكم سؤال في الحته دي، ليه الاندكشن موتور ما بيتحركش، ليه الروتر بتاعه ما بيتحركش بنفس سرعه المجال اللي هو الان اس؟ يعني كده مش هيخرج باور، تبقى تشتغل كترانسفورمر هنا، بيشتغل ايه؟ كترانسفورمر يعني مش هيتحرك اصلا. لا بقول ليه الاندكشن كده السليب هتبقى بواحد، الريت اوف كارتنج يا دكتور بصفر، مفيش نسبه تقاطع خالص الفلاكس. يعني انا يعني تعالوا كده نتخيل يا شباب، تعالوا نتخيل ان سرعه السنكرونس سرعه الموتور هيتحرك بنفس سرعه مين؟ السنكرونس اللي هو الريتنج فيه، لو الاثنين بيتحركوا بنفس السرعه
انا سمعت عبد الرحمن تقريبا بيقول ايه لو الاثنين هيتحركوا بنفس السرعه لو الاثنين بيتحركوا بنفس السرعه هيبقى الريت اوف كاتي زيرو يعني الفاي او المجال المغناطيسي اللي طالع من ملفات الاستيتو بيتحرك احنا عارفين بسرعه ثابته ان اس الروتور بيتحرك تحت منه بيحاول ان هو يحصله فقلنا تعالوا نفترض ان لو الروتور بيجري بنفس سرعه المجال المجال نفسه اللي هو بيتحرك مش هيرفع النحاس او الحديد بتاع الروتور لان الاثنين اوريدي بيمشوا بنفس السرعه مع بعض تمام وانا حتى شبهتكم قبل كده في الفيديو الاولاني قلت لكم لو انت مثلا معاك عربيه وزميلك اللي جنبك معاه عربيه وانتوا الاثنين ماشيين على الطريق بنفس السرعه مش هتحس بايه مش هتحس بنسبه القطع بتاعت مثلا العربيه الاولانيه بالنسبه للعربيه الثانيه طب لو انت واقف في الطريق والعربيه ماشيه جنب منك مباشره بسرعه كبيره هتحس ان في هواء كده طالع من العربيه بيحاول ان هو حتى انت ممكن تتحرك شويه صح ولا لا يبقى نسبه القطع اللي احنا بنسميها نتيجه الريلاتيف سبيد نتيجه السرعه النسبيه نتيجه السرعه النسبيه لو الروتور واقف ما بيتحركش وسرعه المجال اعلى حاجه ليها ان اس وليكن 3000 ار بي ام والروتور ده زي ما هو ستاند ستيل ما بيتحركش نسبه القطع ايه يا شباب اعلى ما يمكن ولا اقل ما يمكن اعلى ما يمكن تمام اعلى ما يمكن لو الروتور ثابت والمجال اللي طالع من الاستيتور بيتحرك فوق منه بسرعه روتيتنج هتلاقي ان المجال ده عمال يقطع في مين في الروتور لان الروتور ثابت طب لو الروتور اتحرك بنفس سرعته الاثنين ماشيين جنب بعض مفيش حد هيأثر هيؤثر على الثاني صح ولا لا؟ الريت اوف كاتنج بزيرو تمام يبقى الريت اوف كاتنج بتبقى اعلى ما يمكن في حاله الستارتنج وبتبقى اقل ما يمكن في حاله السنكرونس ولذلك التورك عند السنكرونس سبيد بصفر لان مفيش اندكشن كارنت هيتولد في الروتور مفيش اندكشن كارنت هيتولد في الروتور ليه يا جماعه؟ لان الاي ام اف اللي هتتولد في الروتور بصفر تمام كده يا جماعه؟ والعكس فين في الستارتنج؟ الروتور واقف ما بيتحركش والمجال بيتحرك بسرعه ان اس فهتلاقي ايه؟ الطبيعي انك هتلاقي اعلى اي ام اف هتتولد داخل ملفات الروتور اثناء الايه؟ اثناء الستارتنج اثناء الستارتنج وبالتالي الاندكشن كارنت اللي هيتولد فيه الروتور هيكون اعلى ما يمكن تمام؟ وده هو اللي بيخلي مين بقى؟ وده هو اللي بيخلي الستارتنج كارنت يكون اعلى قيمه ليه اثناء مين؟ اثناء الستارتنج لان الريت اوف كاتنج اعلى ما يمكن وبالتالي الاي ام اف اللي هتتولد في الروتور اعلى ما يمكن وبالتالي الاندكشن كارنت هيكون اعلى ما يمكن تمام كده؟ وبالتالي برضه الستارتنج تورك هيكون عالي ولذلك الموتور بيجي الستارتنج تورك برضه عالي في ايه؟ هو هي الستارتنج تورك عالي تمام؟ وفي نفس الوقت تيار عالي احنا مش عايزين ده احنا عايزين الستارتنج تورك عالي وتيار قليل ده الهدف من الستارتنج ان انا عايز احمي الموتور من الستارتنج كارنت العالي احنا كده عرفنا السبب اللي هو بيخلي الستارتنج كارنت العالي عرفنا سبب ايه؟ سبب ان الاس بتبقى اعلى ما يمكن فالمقاومه بتكون اقل ما يمكن اثناء الستارتنج فبتسحب تيار عالي والسبب الثاني ان الريت اوف كاتنج اثناء الستارتنج اعلى ما يمكن وبالتالي الاي ام اف اللي هتتولد على ملفات الروتور هتكون اعلى ما يمكن وبالتالي الاندكشن كارنت عالي وبالتالي يديني ستارتنج كارنت عالي. في سبب ثاني برضه يعني نعتبره برضه موجود من ضمن الاجابات اللي انتوا جاوبوا عليها لو قلنا عليه اللي هو ايه؟ اللي هو تاثير السكين افكت. تاثير السكين افكت هو السكين افكت حد عنده طبعا اعتقد ان ممكن خدوه في التست يعني قبل كده يعني لو انتم بتحسبوا المقاومه في حاله دي سي تمام وعايزين تقوس تشغلوا المقاومه دي في اي سي بمعنى انت عندك مقاومه مثلا بتاعت الاندكشن استلم من خلال الدي سي تيست من خلال الدي سي تيست طلعت مثلا 1 ولت الاندكشن بتاعي مش بشغله دي سي السبلاي بتاعي دي سي هل المقاومه اللي انا استلم من خلال الدي سي اللي هي 1 ولت لما اجي اشغل بقى الملفات بتاعتي من السبلاي بتاعي اللي هو 3 فيز دي سي هل المقاومه هتفضل زي ما هي 1 ولت ولا هتزيد شويه ولا هتقل؟ هتزيد شويه هتقل لا هتزيد هتزيد تمام يبقى مقاومه الملف مقاومه الملف في حاله الاي سي بتبقى اعلى منه لو انا شغال دي سي وده بسبب ايه يا شباب؟ بسبب حاجه اسمها السكين افكت ان التيار بيمر في كل المساحه بتاعه الموصل في حاله الدي سي يعني مساحه المقطع بالكامل في حاله الدي سي التيار بيمر فيها انما في حاله الاي سي بياخد مساحه صغيره من على السطح بيمر فيها طب ما هي كده يا دكتور تبقى في الدي سي ازيد المقاومه لا هو لما المساحه لما تبقى كبيره الريزيستنس ايه؟
قليل قليله ماشي تمام تمام. الار الار بيساوي رو في ال على الاريا، رو في ال على الاريا. فالمساحه بتاعه المقطع لما تبقى كبيره المقاومه ال، وده في الدي سي ان التيار بيمر في السطح الخارجي كل المساحه كلها بالكامل تمام. انما في الاي سي بيمر في اريا صغيره جزء من المساحه بتاعه المقص، فالاريا هتقل وبالتالي المقاومه ايه؟ المقاومه هتزيد تمام. المقاومه هتزيد، ده ايه؟ ده ده تاثير مين؟ تاثير الاستنفاق. طيب ده بسبب الاي سي، بسبب الفريكونسي بتاعت الاي سي، الفريكونسي بتاعت الاي سي. وده طبعا انا هوريكم دلوقتي حالا في ورقه كده برضه عقبال لو حد سال فيها هفسرها لكم دلوقتي. ممكن ايه لما اجي ادخل ليها بالتفصيل تاني. الفريكونسي بتاعتي اللي جابوه يا شباب، الفريكونسي بتاعته اثناء الستارتنج بكام؟ بتبقى نفس الفريكونسي بتاعت الصلاه. تمام زي الفل. انتوا كده واخدين معادله بتقول ان الاف ار الفريكونسي بتاعت الروتر هي نفسها الفريكونسي بتاعت السبلاي في حاله الستارتنج. ليه؟ لان احنا عندنا علاقه بتقول ان الاف ار بتساوي اس في الاف، اس في الاف. الاف دي هي الاف بتاعت السبلاي اللي هي 50 او 60، والاس هي السليب فاكتور. لما يبقى بواحد هيبقى نفس الفريكونسي بتاعت الروتر هتساوي اس في الاف اللي هي 50. الاس بواحد يبقى الاف بتاعت الروتر هي الاف بتاعت السبلاي. تمام. في حد عنده مشكله في الحته دي؟ مفيش حد عنده مشكله. يبقى هنا المقاومه بتاعتي، المقاومه بتاعتي مش هتبقى برضه اعلى من يمكن ولا اقل من يمكن؟ مقاومه الروتر هتبقى قليله، قليله في الستارت. مقاومه الروتر دي يا شباب هتبقى قليله في الستارت. ليه قليله؟ لان الفريكونس بتاع الروتر هو نفس الفريكونس بتاع السجاره. وطالما الفريكونس واحده يبقى معناها ايه؟ معناها ان انا شغال عند اقصى فريكونسي، اقصى فريكونسي ليا. يعني السكيل افكت هيظهر هنا جدا، هيظهر جدا. ليه؟ لان الاصل ده اي سي، اي سي والفريكونسي بتاعته اعلى من يمكن 50 او 60. يعني المساحه بتاعه الموصل ده هتبان لينا، هتبان للتيار مساحه صغيره. يعني المقاومه ايه؟ المقاومه ايه؟ معلش الريزستنس هنا، لا العكس، الريزستنس هنا هتبان ايه؟ اه مش هتبقى ايه؟ المفروض هتكبر ولا ايه؟ يعني المفروض ان الفريكونسي عالي ف لو احنا الكرنت هيمشي على اطراف الاطراف اكتر يعني، فالكروس سكشن اريا هتقل، المفروض الار تزيد في الحاله دي. الار تزيد صح، هي دي معلش دي اقولها بنفس التحليل اللي انا قلته بس في جزء ثاني من الستارت. معلش يا جماعه دي هتبقى في الاكس، هتبقى في الاكس في الامبيدنس نفسها. الروتر هي الار اصلا ما بتعتمدش على الاكس صح؟ الاكس والايه هم اللي بيتاثروا بالاس صح ولا ايه؟ لا الاكس بيتاثر بالاف والاس، انما الار ما بتتاثرش باف لانها مش بتتاثر بالاس مش في الكوانتي. انا معاك ما بتتاثر بالسكين افكت، بس في الجزئيه اللي هشرحها بعدين هرجع اعدل لكم اهو حالا. تاثير الفريكونس على الاكس هنا في الجزء ده في اللقطه دي هو الفريكونس هتتاثر بالايه؟ بالاكس اكتر، اللي هي الاكس بتساوي اوميجا ال، والاوميجا 2 باي اف ال، 2 باي اف ال. فالفريكونسي هنا ايه؟ الفريكونسي اعلى ممكن هنا في حاله الستارتنج، انما في حاله الرننج الفريكونسي بتبقى قليله، فالاكس دي بتبقى قليله، فيرجع الموتور يسحب التيار الطبيعي بقى بتاعه، يسحب التيار ايه؟ الطبيعي بتاعه. دي التفسير ده، التفسير الاخير ده، الجزئيه الاخيره بتاعت السكين افكت كنسلها، كانت يعني خليك فاهم ان السكين افكت بيغير في قيمه الريزيستنس بتاعت الموصل. امتى؟ في حاله لما تبقى الفريكونس عاليه بيبقى مساحه المقطع بتاعتنا، مساحه المقطع قليله، وبالتالي الريزيستنس ايه؟ الريزيستنس كبيره. لما تبقى الفريكونس اقل ما يمكن، يعني تقريبا هنقول بيوصل للدي سي، لان في الدي سي الفريكونس بصفر. لما تبقى الفريكونس قليله بيبقى مساحه المقطع كبيره، يعني التيار بيمر في كل المساحه، فبيديني مقاومه ايه؟ مقاومه قليله. ده في حاله ايه؟ في حاله لو الفريكونسي ايه؟ لو الفريكونسي قليل. طبعا الفريكونسي جنرال، يعني الفريكونسي في الاندكشن الموتور بتاعته الموتور بتبقى اراوند من 2 ل 3 هرتز. يعني اثناء الراننج بتبقى الفريكونسي بتاعت ملفات الموتور اللي هي الاي ام اف اللي هتبقى بتمر اللي هي ابلايد على البارز بتاعته الموتور، الاي ام اف بيبقى لها تردد بيبقى اراوند من 2 ل 3 هرتز. هنرجع بقى للايه؟ للجزئيه بتاعتنا احنا هنا. قال لنا ان الايفكت اوف روتور ريزيستنس ال ار 2 از فيري سمول، صغيره جدا، اد ذا تايم اوف ستارت.
بتبقى صغيره جدا مقارنه بمين؟ مقارنه بار اتنين على اس. ليه بقى الطياره يا شباب بعد ما الموتور بيبدا يتحرك كان الطياره عالي، بس بعد كده بيبدا يقل. بيبدا يقل ليه؟ لان الار اتنين على اس اللي هي المكون الاجمالي بتاع الموتور الاس دي هتبقى كام؟ في حاله الرننج بتبقى 1% الى 5%. الاس دي بتبقى من 1% ل 5% ده في النورمال اوبريشن او في حاله الرننج يعني. يعني خلاص الموتور عدى مرحله الستارتنج ووصل لحاله الايه؟ لحاله الاستابيليتي او الستيدي ستيت اوبريشن. الاس دي بتبقى كام؟ بتبقى 1% مثلا. فانا لو قسمت ار 2 على 1% كاني بقول 100 ار 2. ار 2 على 1% يعني كانها 100 ار 2. فالمقاومه اصبحت كبيره. فالمقاومه اصبحت ايه؟ اصبحت كبيره. فيرجع الطيار ايه؟ يرجع الطيار يقل تاني. وبرده المقاومه وبرده يعني هي هتبقى كبيره نتيجه مين؟ نتيجه الاسلام. نتيجه الاسلام. ولكن في ناحيه ثانيه الاكس هتبدا تقل. في ناحيه ثانيه الاكس هتبدا ايه؟ هتبدا تقل معاك. لكن احنا دايما عيننا على مين؟ على المقاومه نفسها بتاعت الملف علشان ما يتحرقش. عيني على المقاومه نفسها بتاعت الملف نفسه. فالمقاومه هنا الكليه بتاعت الركن هتبقى قليله. هتبقى قليله. ليه قليله؟ هتبقى كبيره في حاله الرننج. ليه؟ لان انا قاسم على اس. والاس دي في حاله الرننج يا شباب بتبقى من 1% 5%. يعني لو انا قاسم على 1% كاني بقول 100 ار 2. فيرجع التيار بعد ما كان عالي قوي اثناء الاستارتنج هيبدا يقل تاني. ويرجع للريتد اللي هو الطبيعي بتاعي اللي هو مصمم عليه. المشكله الوحيده اللي بتقابلني في حاله الاستارتنج فقط. انا مش عايز التيار يكون عالي في حاله الاستارتنج. قال لنا التيار ده بيكون من 400% الى 800%. The starting current may be as much as 400% to 800% of the full load current. يعني نسبته من الفول لود بيكون 4 مرات الى 8 مرات. والستارتنج تورك بيكون مرتين الى 3 مرات ونص 200% الى 350% يعني مرتين الى 3.5 مره بين الفول لود. دي مشكله زي ما احنا قلنا في حد ذاتها، مشكله في حد ذاتها. علشان نقلل الكلام ده ونحمي الموتور من الحوار ده عندنا كذا طريقه. الطريقه الاولانيه يا شباب نرجع للمعادله بتاعتنا، المعادله اللي فوق دي كلكم شايفينها هي في ايه؟ في اول حاجه في السلايد فوق. التورك يتناسب طردي مع مين؟ مع مربع الفولت كمان. ويتناسب طردي مع مين؟ مع المقاومه. يعني عندي حاجتين اقدر العب فيهم وبالتالي اغير في الكلام. دايما نحب ان الموتور يديني ستارتنج وتورك عالي. عند ستارتنج كارنت قليل. يعني عايز المستير اخدهم ان يديني ستارتنج وتورك عالي عشان يشيل الاحمال وفي نفس الوقت يكون الطياره قليل. عشان نعمل الموضوع ده خلينا في حاجتين. الحاجه الاولانيه ايه؟ ان التورك يتناسب مع مين؟ مع مربع الفولت. يعني لو انا قللت درجه الفولت قليل هعمل ايه في التورك اللي هنا؟ هاخد التورك قليل. دي مشكله. يعني هنا الحل الوحيد، الحل يعني انا اعتبر ده الحل دلوقتي رقم واحد. الحل رقم واحد ان انا هقلل الفولت اللي انا هبدا فيه الرول. بدل فولت عالي هبدا فولت قليل. بس هيكون على حساب مين؟ التورك بتاعي قل. نرجع لمعادله التيار اللي هنا. التيار الاي 2 يتناسب مع الفولت كارت. يعني لو انا بدات الموتور بفولت قليل هيقلل التيار بتاع الستارت. تدريجيا هبدا بقى ارفع الفولت تاني لان الموتور خلاص بدا يتحرك. بدات السليب تظهر في الدايره، تبدا المقاومه تقل معايا في الدايره تمام. تبدا المقاومه اسف تزيد، تبدا المقاومه تزيد في الدايره بعد الموتور ما يبدا يتحرك. فالفولت ده خلاص بقى انا بدات الفولت قليل هرجع اعليه تاني واوصله للريتد. لان المشكله دي بتبقى اثناء الاستارتنج فقط اللي هي مثلا هنعتبرها سنتين سنتين ونص. في الفتره دي التيار ده ممكن يحرق الملفات. فقال ما ينفعش طبعا الموتور نشغل الموتور على الوضع ده. فمن احدى الطرق ان احنا نبدا بفولت قليل. نبدا بفولت قليل. ليه؟ لان التيار شغال يتناسب طبعا مع الفولت. فالطبيعي ان انا هبدا بفولت قليل علشان اقلل التيار. وبعد اللحظه بتاعت الاستارتنج نبدا نرفع جراديولي الفولت ده تاني. تمام؟ ومن احدى الطرق دي يا شباب انا الكلام ده بقى هشرحه بالتفصيل بقى في سنه رابعه في ماده الدرايف اللي هي ايه؟ انتوا بالنسبه لكم بتبداوا بس الثيوري يعني النظريه نفسها ايه؟ وايه الطرق؟ لكن الاناليسيس بتاعت الطرق بالتفصيل دي في سنه رابعه. من ضمنها ان احنا نعمل ستار دلتا سويتش تمام؟ وممكن خدتوها انتوا في ثالثه كتست يعني ان انت تبدا الاول ستار تمام؟ ليه؟ لان الفولت بتاع الفيزر هيكون جذر في لاين على جذر 3. في لاين على جذر 3 يعني انا قدرت انزل الفولت واحد على جذر 3 مره تمام؟ وبعد كده هقلب دلتا. يبقى
انا اشغل ستار الاول وبعد كده اقلب دلتا عشان اروح على الفولت ريت بتاعه. بس الطريقه دي لابد ان يكون الموتور مصمم ان هو يشتغل عند الفولت المتاح في حاله الدلتا. وفي كمان يا دكتور اللي هي بتاعت الفاي فالف ديت اللي هو بيغير الفولت على الفريكونسي مع بعض. تمام، دي هنقولها واحده واحده. الطريقه الثانيه ان انا اقدر اغير الفولت من خلال الموتور ترانسفورمر. الموتور ترانسفورمر ان انا العب في الفولت بتاع السبلاي جرادولي من خلال الموتور ترانسفورمر. الطريقه اللي قال بتقول عليها اللي هو سوفت ستارت، ودي برضه بندرسه برضه لسنه رابعه اللي هو ايه هو السوفت ستارت وازاي انا ابدا جرادولي الفولت من زيرو تمام لحد الريتنج بتاعي في اقل تايم بحيث ان انا احمي الموتور من اللي هو نسميه الانرش كارب اللي هو التيار العادي او نسميه الستارت كارب. مشكله الستار دلتا ان في لحظه لما بشغل الموتور ستار وبنقل لدلتا التيار بيعلى فجاه برضه، يعني بيبقى في حته كده استبدال كده او بطس صغيره، دي برضه بيبقى فيها مشكله من ما يعني من عيوب الستار دلتا سويتش ان انا اوظفها في الستار. تمام، دي احنا بس ناخدها كتالتا ايه هو الستارت كارب، ايه هو الستارت كارب التورك والريليشنز بتاعت التيار ايه؟ يعني انا عايز اتحكم في التيار عشان يكون ولايت في الاول، اتحكم بايه بالظبط؟ اول طريقه قلنا ان انا اعمل فولتج كنترول. ايه بقى التكنيكس دي او التولز دي؟ ان شاء الله هتبقى في رابعه ان شاء الله هناخدها بقى بالتفصيل. هناخدها ايه هي الفولتج كنترول سواء كان سوفت ستارت اب او خلال الفولت ترانسفورمر او خلال الستارت سويتش. تمام؟ مشكله النوع ده سواء يا شباب، مشكله النوع ده زي ما قلنا ان تغير الفولت هيقلل في الستارت كنترول. هيقلل في مين؟ لو كملتوا البراجراف اللي تحت ده هو ده اللي انا شرحته بالظبط، ان التيار اللي هنا يتناسب طبعا مع الفولت، وبالتالي ان احنا نقدر نعمل ريديوس باي امبريسنج لو فولتج، ان انا ادخل فولت قليل على بالطرق اللي احنا قلناها. المشكله بقى اللي هنا سنتات بقى عشان تركزوا بقى في الاناليسيس بتاعكم انتوا اللي بتحصلكم انتوا اكتر، ايه هي؟ ان النوع ده ما ينفعش ان انا اطبقه في الكونستانت لود اللي هو الخط الاحمر ده. طبعا انتوا عارفين ان دي الكاركترستيك بتاعه مين؟ بتاعه الاندكشن موتور. الكاركترستيك دي عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن التورك سبيد كاركترستيك، يعني شكل التورك مع السبيد. او ممكن محور السبيد ده نخليه السلب عادي، الاثنين سيم. بس الاثنين عكس بعض. يعني لو السرعه اعلى ما يمكن الاس اقل ما يمكن. ولو الاس هنا اكبر ما يمكن بواحد السرعه اقل ما يمكن هي بصفر. تمام؟ يبقى المحور بتاع اكس هو ممكن نخليه محور السبيد او محور السلب. السبيد هنا بصفر عند الاوريجن، السرعه بصفر، وبالتالي السلب بواحد. يعني الناس اللي بتكتب ورايا بقى المحاضره بعد ما تسمعها، النقطه هنا بتاعت السلب بكام؟ النقطه دي بواحد عند الستارتنج، يبقى ده الستارتنج تورك. يبقى الستارتنج تورك بواحد عند لما السرعه بصفر او السلب بواحد. تمام؟ يبقى لما السرعه بصفر السلب بواحد والتورك بيكون تي ستار. اخر نقطه هنا في الجرف ال ان بتاعتي اعلى ما يمكن، لو احنا افترضنا يعني ان الروتور هيتحرك بنفس السنكرونس سبيد. تمام؟ اللي هي ال ان اس. تمام؟ هتبقى السرعه اعلى ما يمكن. يبقى الاس بكام يا شباب؟ الاس بزيرو. في حته انا افتكرتها دلوقتي يا شباب، انا كنت سالتكم قلت لكم ليه الاندكشن موتور الروتور مش هيتحرك بنفس سرعه المجال؟ ليه الروتور مش هيتحرك بنفس سرعه المجال؟ عمره ما هيوصل لسرعه المجال. هجاوبها بسرعه ليه؟ لان لو احنا افترضنا ان الروتور هيتحرك بنفس سرعه المجال، اول ما السرعتين يبقوا قد بعض هل هيتولد تيار في ملفات الروتور؟ مش هيتولد تيار، لان انتوا جاوبتوا وقلتوا ان الريت اوف كاتنج بصفر، يعني مفيش اي ام اف هتتولد في الروتور، يعني الدكشن كارنت بصفر، وبالتالي التورك هيبقى بكام؟ مفيش باور ولا في تورك، التورك تمام، التورك هيبقى بزيرو. فالروتور بيحصل له ايه يا شباب؟ الروتور كان بيتحرك بسرعه عاليه قوي، هي افتراضا هي ال ان اس، هيحصل ايه الروتور في الحاله دي؟ هيهدي شويه، هيرجع ايه؟ سرعته تبدا تتباطا. ليه؟ لان مش هيتولد التيار في الروتور، وبالتالي التورك ديفلوب اللي بيتحركه هيبقى بصفر، فالروتور يرجع تاني غصب عنه لمين؟ للسنكرونس سبيد عند الاوبريتنج بوينت اللي هو شغال عليها. اول ما يفكر ان هو يعلى تاني مع الحركه ويحاول يحصل المجال، اول ما السرعتين يبقوا قد بعض يرجع تاني لمين؟ يرجع لانه مش هيتولد التيار، مش هيتولد التيار نتيجه الاندكشن. تمام؟ فالتيار ده مش هيعمل لي تورك، فيرجعه تاني ايه؟ يرجعه غصب عنه يمشي بسرعه اقل منين؟ اقل من الموتور اللي هي الريتم بتاعه. طب ليه بقى السنكرونس بيتحرك بنفس السرعه؟ ليه السنكرونس بيتحرك غصب عننا بنفس السرعه؟
لان مفيش اير جاب فيه. لا عشان الفيلد، عشان الفيلد بتكون الفيلد وايندنج بتكون دي سي بتكون ثابته، فهو بيشتغل مش بالاندكشن، هو بيشتغل بال بالظبط. الراجل ده نرجع نزوده درجتين على درجتين في السنه اللي فاتت. الله يخليك. ده مين اللي بيجاوب؟ اندرو. مفيش غيرك يا اندرو ليه؟ طب احنا عايزين حد تاني. زي اندرو ما قال يا جماعه، لان السنكرونس سرعه المجال، المجال بتاع الروت والمجال ثابت، دي سي لو انتم فاكرين الاكزيتيشن بتاع دي سي فاهمين اكتر ثابته، فكل قطب لو انتم فاكرين بيمسك في القطب المعاكس ليه وغفل عنه بيسحبه معاه في اتجاهه. تمام؟ مفيش يعني مفيش ما يسبب ان ايه؟ ان الاقطاب دي الا لو حصل ايه؟ الا لو حصل زي ما اتفقنا ان احنا نحمل احمال زياده ويبقى اوت اوف سينكرونيزم، ان هو يخرج بره التزام. تمام كده؟ انما الاندكشن ده التيار اللي بيحرك الموتور نتيجه الاندكشن. اول ما السرعتين يبقوا قد بعض مش هيبقى فيه اندكشن دوريشن، الاثنين بيتحركوا بنفس السرعه. وبالتالي التيار يبقى صفر، فيرجع في الاندكشن موتور يرجع الموتور الغصب عنه يتحرك بالسرعه اللي هي اقل من السينكرونيز. تمام؟ نرجع بقى للايه؟ للنقطه بتاعتنا، يعني نقطه السينكرونيز اللي احنا بنفترضها هي الابنس. نقطه الستارتنج اللي هنا اللي هي الايه؟ اللي هي الابنس زيرو يعني السيرف بتاعها. ده شكل الكيرف في ايه؟ ده شكل الكيرف في الاول اللي هو الفي 1. لو انا شغال على في 1 الستارتنج تورك واحد اهو، وهنا الستارتنج تورك كام؟ 2. امتى بقى يقل الستارتنج تورك من 1 الى 2؟ لو انا بدل ما شغال على في 1 اكبر هنزل الفي 1 الى 2 اقل. يعني في 1 اكبر من في 2. في 1 اكبر من في 2. وبالتالي الستارتنج تورك يتناسب مع الفي. لو انا قللت الفي الستارتنج تورك هيقل من 1 الى 2. تمام كده يا شباب؟ في حد عنده مشكله في الكيرفين دول؟ كتبنا كام شويه حاجات بالاحمر هنا على اليمين، في شويه علاقات قلناها من شويه، قلنا ان لا دي هنا في مشكله هنا ثواني. تي ستارت ويتناسب تارجت، انا هعدل لكم دي يا شباب. تمام؟ هعدل لكم هم دول عكس بعض، هو دول عكس بعض. ايه هي؟ احنا قلنا من شويه من المعدل اللي فوق التي ديفولب في حاله الستارتنج، المعدل اللي فوق دي يا شباب تتناسب تربي مع مربع الفولت طردي. يعني لو الفولت قل التركي ايه؟ التركي قل. هي انا معاكس المعدلتين دول اهو، المعدل اللي تحت دي بدل التي ماكسيموم اللي هنا هنخليها فوق، والتي ستارت ينزل ايه؟ ينزل تحت. الاثنين على فكره يتناسب تربي. الاثنين يتناسب تربي يا جماعه. يعني انا هشيل المعدل دي خالص كده مش عايزها. المعدل دي هشيلها واحط مكانها التناسب تربي. تمام؟ خلينا واحده واحده. التورك في حاله الستارتنج يتناسب طبعا مع مربع الفولت، يعني ايه؟ يعني لو الفولت قل الفي ستارت هيقل، وده اللي احنا شايفينه في الكيرف. في واحد الاول كانت اكبر نزلتها الى في 2. نزلتها الى في 2، فالفي ستارت واحد قل الى في ستارت 2. يبقى يعني زي الفل كده تبقى فاهم الاداره ان التورك يتناسب طبعا مع الفولت. والله لو انا بدات الفولت قليل التورك هيقل والتيار هيقل، بس انا مش عايز التورك يقل، مش عايز التورك يقل. وحتى لو احنا هنستسلم لو التورك هيقل يا ريت ما يقلش عن مين بقى يا شباب؟ يا ريت ما يقلش عن اللود، عن التي فول لود. لو التي ستارت قل عن الفول لود هيعمل لك مشكله، ودي هتبان فين؟ هتبان في الخط الاحمر ده. الخط الاحمر ده لو انا محمل كونستنت لود، لو انا محمل كونستنت لود احمال ثابته، الاحمال الثابته لابد ان يكون الستارتنج تورك اعلى منها. يعني ايه حمل ثابت؟ يعني اول ما بشغل الموتور اللود اوريدي ليه التورك بتاعه، ليه قيمه على الموتور، ليه قيمه ليه على الموتور. تغيره مع تغير السرعه ثابت، مهما كان سرعه الموتور بتتغير حتى لو صفر التورك بتاع اللود ليه قيمه. تمام؟ على اللود، على الموتور نفسه. فالموتور لما ابدا اشغله لازم يديني الستارت تورك ايكوال للتي لود او اعلى منه، يفضل طبعا ان هو اعلى منه. تمام؟ يبقى الشرط بتاعي الوحيد هنا في النوع ده بتاع الكنترول لازم يكون الستارتنج تورك يكون اعلى منين؟ من اللود ده اللي هو الخط الاحمر. طب لو انت قللت الفولت من في 1 الى في 2، في 2 خليت لك التي ستارت ايه؟ تي ستارت 2 هي اوريدي اقل من تي ستارت 1، ده منطقي جدا واحنا عارفين كده، هتقل لما اقلل الفولت، بس يا ريت ما تقلش عن مين؟ يا ريت ما تقلش عن اللود. تمام؟ اللي هو الخط ده، هي ايه اللي قلت عن اللود؟ فهنا عملت لك مشكله، الموتور صعب ان هو ايه؟ صعب ان هو يشيل الحمل اثناء الستارت. عشان كده قال لك النوع ده لا يفضل في الكونستنت لود تورك، هو يفضل فقط في مين؟ في الفاريبل لود. زي مين؟ زي الفال لود اللي هنا. الفال لود ده حمل مروحه، حمل مروحه. علاقه الفال لود ان اللود تورك بتاعها
يتناسب مع مربع السرعه، يتناسب مع مربع السرعه. تمام؟ يعني لو السرعه في الحاله الثانيه اللي هو الفولت هيبقى اقل من الفولت الثاني دوت اللي هو اقل من الفولت الاولاني، هيبدا الموتور يسحب تيار كبير قوي صح؟ لا ده لو انا قللت الفولت على الموتور، لو انا بدات الفولت قليل هيسحب تيار قليل. احنا قلنا الكلام ده في العلاقه بتاعت التيار، معادله التيار. انت لو رجعت لمعادله التيار هتلاقي ان التيار تناسب طردي مع الفولت اهو. يعني انا كتبها هنا تحت، التيار تناسب طردي مع الفولت، يعني الفولت لو قل التيار هيقل. تمام. انا قصدي ان مش المفروض ان اللود بيسحب تيار ثابت يعني؟ لا اللود بيسحب تيار. احنا بنتكلم ايه؟ بنتكلم اثناء ايه؟ انا بتكلم اثناء ان انا خلاص حملت، فالمفروض يعني الفولت قل بس المفروض ان اللود بيسحب تيار ثابت. انا بتكلم اثناء الستارت. تمام. بتكلم اثناء الستارت. احنا دلوقتي بنعمل كنترول، بنعمل يعني بنقل الموتور من نقطه تشغيل لنقطه تشغيل ثانيه. تمام. يعني بمعنى انا ممكن الموتور مثلا، ممكن الموتور بالتورك بتاعه ثابت، التورك بتاعه ثابت تمام مفيش مشكله، بس انا عايز اشغلها بسرعه اقل. انا لما اشغلها بسرعه اقل عند تورك ثابت، هو التورك بتاعه اوريدي ثابت بس عند سرعه اقل، يبقى الباور اللي هياخدها من السبلاي اقل وممكن الباور تزيد. فالتغيرات دي خلينا نعرفها حته فين، لان احنا ناخد الاسلوب كنترول، لان في الاسلوب كنترول احنا ننقل تشغيل الموتور من نقطه الى نقطه، سواء بزود السرعه او بقلل السرعه، وعايز اشوف الكاركترستك شكلها ايه. الحاجه الثانيه ممكن يكون الاحمال نفسها ليها طبيعه مختلفه عن بعضها، في احمال كونستنت لود، في فاريبل لود، في لود ان السرعه بتاعته كل ما كانت السرعه متغيره كل ما كان اللود متغير، التورك بتاعه بيتغير بتغير السرعه، اما بيزيد مع السرعه او بيقل مع السرعه. يعني في احمال نفسها الاحمال بتتناسب عكس مع السرعه، او عكسي مع مربع السرعه، او طردي مع السرعه برضه، او طردي مع مربع السرعه، او احمال ثابته. انواع كثيره، في الكمبريسور وفي الفيرنول وفي الكونفيرتر وفي الاسيول وفي الاحمال زي الاكسكفيتورز اللي هي الاحمال اللي بتاعت الانفراد، وفي دريلنج ريلز، في احمال كثيره وفي موتورز كثيره، كل موتور وفي كرينز اللي هي الاوليشن وفي الهويسز برضه اللي هي الروافع. يبقى كل حمل ليه طبيعه مختلفه. بس الحاجات دي ان شاء الله لما تبقوا في رابعه ان شاء الله الاناليسيس بتاعتها بتبقى اقوى شويه من ده. المهم عشان ما نطلعش بينا من الموضوع، ان النوع ده لا يفضل يا شباب في ايه؟ لا يفضل في الكونستنت لود. ليه؟ لان انا مش ضامن لما اقلل الفولت من في واحد الى في اثنين، الستارتنج تورك اللي هيقل ده هيقل، ممكن يقل عن الايه؟ عن اللود نفسه اثناء التشغيل وما يقدرش يشيل الحمل. تمام؟ لو انت حريص ان انت تبقى عارف الكونستنت لود قيمته قد ايه والفاريشن بتاع الفولت ده لما تقل من في واحد الى في اثنين، الستارت ده هيقل الى كام؟ بحيث ان انت تبقى ضامن ان هو يكون فوق الخط الاحمر، يكون فوق يعني الكيرف الثاني ده يا شباب المفروض يكون فوق الخط الاحمر. لكن هو مرسوم هنا عشان يوضح لك المشكله، يوضح لك ان النوع ده لا يفضل الا في الفلود. الا في الفلود، الاحمال اللي هي بتاخد طبيعه الايه؟ الكاركترستيك بتاعت الفلود، زي ان التي لود يتناسب مع مربع السرعه. يعني ايه الفلود؟ يعني لما تبقى السرعه بصفر التورك بزيرو بتاع اللود نفسه بتاع اللود. لكن الموتور بيديني تورك هنا، سواء كان دي ستارت واحد او دي ستارت اثنين او مهما كنت بتغير في الفولت بتقلله، اي دي ستارت هيطلع من الموتور هيقدر يشيل الحمل. هيقدر يشيل الحمل، ليه؟ لان اللود ده بادئ زيرو، اللود بادئ بتورك زيرو. فهمنا هنا ان النوع ده بتاع الفولت كنترول بيعمل ايه؟ بيقلل التورك وبيقلل التيار. احنا عايزين ان احنا عينينا على ان التيار يقل اثناء التشغيل. يقل اثناء التشغيل، لكن التورك انا مش عايز التورك يقل. قال لك خلاص يبقى النوع ده الافضليه بتاعته للاحمال اللي هي بتاخد طبيعه الفلود، اللي هي ان التورك يتناسب مع مربع السرعه، يعني بيكون قيمه اللود بيكون بزيرو اثناء التشغيل. الكونستنت لود قال لك بقى ايه؟ الكونستنت لود لو هو عندك كونستنت لود في طرق ثانيه بقى زي ان احنا هنشوفها دلوقتي. ما ننساش ان في المعادله دي اغيرها يا شباب. المعادله دي انا اغيرها تمام؟ اللي هي اللي بالاحمر اللي موجوده هنا. طبعا التي ماكسيموم برضه بيقل. التي ماكسيموم بيقل كل ما بقلل الفوق في ماكسيموم. لو انتوا فاكرين المعادله اللي انت في الاول كده، في معادله للتي ماكسيموم بتتناسب برضه مع مربع مين؟ الفولت. يبقى التي ستارت اللي هي مكتوبه تتناسب مع عكس مع الفولت دي، هشطب انا عليها وابعت لكم الدي اف الجديده، هيبقى بدل عكس مع الفولت هنا هيبقى طردي مع مربع الفولت من فوق هنا. تمام؟ السلايد اللي بعد كده نفس الكلام اللي انا شرحته هنا، اللي انا شرحته موجود في الجزء اللي فوق ده. هنا الباراجراف المكتوب ده يا شباب هو توضيح اكثر من اللي انا قلته.
ان النوع ده يفكر فيه الفلود تمام. وهنا اهم حاجه حتى الناس اللي بتذاكر يبقى يمكن انا بغير اللون هنا علشان برضه تركز في نقاط الاسئله اللي ممكن تتسال فيها زي ايه. يقول لك هنا وي كان امبلوي ذا لو فولتج ستارتنج. طريقه الستارتنج من خلال ان انا بقلل الفولت اونلي فور ذوز ابلكيشنز ذات دونت ريكواير هاي ستارتنج دوت. يبقى الابلكيشنز اللي هي بتحتاج تمام اللي لا تحتاج هاي ستارتنج دوت يبقى النوع ده يفضل في التطبيقات اللي هي ما بتحتاجش ستارتنج موتور كعادي. زي مين؟ زي مقلنا هنا الفال لود فور انستنس افال لود ريكوايرز اولموست نو ستارتنج موتور اكسبت فور ذا لوس ديو فريكشن. يعني بيقول لك ان الفال لود اثناء الستارتنج موتور كده بيكون زيرو بس باستثناء بس الفريكشن بتاع الهاند نفسه. في فريكشن هنا اللي هي الانرشيا بتاعت اللود نفسه بنعتبرها لود بس بيكون صغير جدا تمام اعلى من زيرو سنه لو احنا حطيناه في الاعتبار الفريكشن بتاعك ايه تمام. زي الفانكشن موتور درايفنج افال لود كان بي ستارتد يوزنج لو فولتج ستارت. ده النوع اللي احنا نحب ان احنا نشغل بيه الفولتج كنترول اللي هو الفال لود. ولذلك قال لنا ايه؟ ذا ستارتنج كارت كان اولسو بي ديكريز باي انكريزنج ذا روت ريزيستنس. قال لنا الطريقه بقى اللي احنا قلناها من شويه اللي هي فولتج كنترول لا تفضل الا في الفال لود. انما الكونستنت لود يعني لا تفضل الطريقه دي. بالرغم ان هي بتقلل التيار اثناء الستارتنج لكن بتقلل الستارتنج بتوعك. وانا مش ضامن زي ما قلنا ان الاحمال بتاعتي تكون ليها طبيعه زي طبيعه الفلود. ممكن تبقى كل سنترول وانت مش واخد بالك فالستارتنج موتور بيجي يشغل الموتور بفولت قليل هو فعلا اداله التيار قليل بس الموتور اللود ما بيشتغلش. ليه؟ لان الستارتنج موتور اقل من الفلود. دي المشكله اللي احنا بنعملها. قال لك طب الطريقه الثانيه ايه؟ ان احنا نغير في المقاومه بتاعت الموتور اللي هي الار 2 اللي موجوده هنا يا شباب. ار 2 اللي موجوده فوق هنا تتناسب طرد مع الطرد. يعني ايه؟ يعني لو انا زودت المقاومه الاضافيه مع الموتور اقدر اخد طرد زياده. طرد زياده ودي من الريليشن او الاكسبريشن اللي احنا عارفينه بتاع الستارتنج طرد. لو زودنا الار 2 هنزود الطرد. طب والعلاقه بتاع التيار؟ لو احنا رجعنا للتيار يا شباب التيار يتناسب عكس مع المقاومه. خلي بالك الار ايكوفالنت دي جواها ار 2 جواها ار 2. يعني لو زودنا مقاومه اضافيه مع الموتور هنا هيديني تيار قليل. يبقى هنا في ستين هنا تاخدها. مع زياده مقاومه اضافيه اديشنال ريزيستنس يعني ممكن نحط مقاومه مع مقاومه دي اسمها اديشنال ريزيستنس ار ادد او ار ستارتنج. ار ستارتنج ودي برضه في رابعه بياخدوها بقى اناليسيس بالتفصيل اللي هي ايه؟ ان احنا بنقطع من خلال ستارتنج بوكس صندوق مقاومات. الستيبس بتاعته معموله بشكل جراديوالي برضه وهنفهم ليه بحيث ان احنا ناخد افريج تورك اثناء الستارتنج يكون ثابت والكوسيليشن بتاع الموتور وهو بيتحرك بيكون الى حد ما يكون سموثنج. هو طبعا مش هيكون سموثنج زي السوفت ستارتر ولكن الى حد ما ترتيب المقاومات جوه الصندوق المقاومات بيتحط بشكل جراديوال كده يديني افريج تورك ثابت اثناء الستارتنج وبالتالي بيقلل لك الاوسيليشن بتاع الموتور تمام ويوصل للسرعه بتاعتك الريتد في التايم اللي انت محتاجه. الاناليسيس دي هنعملها ان شاء الله بعد كده في الرابعه لكن مبدئيا دلوقتي وانت في ثالثه هتاخد المعلومه على قد الايه الترم بتاعك اللي هو ايه؟ لان المقاومه اللي احنا هنحطها هنا الهدف منها انها تقلل التيار والهدف الثاني انها تزود الدور. ازاي بقى نحطها وازاي نحسبها وازاي نحسب السرعه ونحسب التايم بتاع الستارتنج الحاجات دي ان شاء الله في الدرايف تمام؟ ناخدها دلوقتي على قد ايه؟ على قد الجزء بتاعنا. المقاومه اللي هي هتتحط هنا شباب زي ما اتفقنا الميزه اللي فيها هتقلل التيار اللي هيمر. والميزه الثانيه ان انا لما ازود مقاومه مع الار 2 لما ازود مقاومه مع الار 2 في المعادله دي هتزود لك التورك. يبقى انا دخلت مش ار 2 موجوده في البسط في المقام الايه؟ الار 2 موجوده في البسط في المقام موجوده في البسط في المقام بس هنا خلي بالك هنا ان الاكس بتاعتي هنا اكبر من الار. الاكس اللي هنا يعني وجود الار في المقام هنا مش هيؤثر زي البسط. عشان هنا الار 2 على اس عامه بتبقى اقل من الاكس في حسب الستارت بالظبط كده تمام. فهي اصلا نيجلكتد يعني المفروض تتشال عشان نعرف ان حد بالظبط. فهنا لما انا احط بقى مقاومه اضافيه لان المقاومه هتتحط هنا تمام في الترم ده فالمقاومه لما تتحط في الترم ده هتزود لي التورك تمام. ده الميزه اللي انا عايزها فعلا كل ما يزيد التورك حاجه كويسه في الستارت في الستارت. والميزه الثانيه زي ما اتفقنا انها تتحط سيريز في الدايره فالدايره هي الدايره يبقى كده خدنا 2 في 1 تمام. دي النوع ده النوع ده بقى يفضل بالرغم ان هو نوع تقليدي نوع قديم يعني ان انا ازود مقاومه هو ليه عيوب
بس دي ميزه ان انت بتقلل التيار وتزود الضغط. سريعا كده برضه يا شباب في ايه في المعلومه دي عشان نفهمها. ال كنت اقول لكم ايه في الجزئيه دي؟ ال طب ماشي نكمل هفتكرها دلوقتي. انواع الروتر؟ نعم. الروتر اللي هو على اساس ان اشكر ان النوع ده لا يفضل الا في المولد روتر بس. النوع ده بالرغم ان هو مميز بس لا يفضل الا في المولد روتر او بنسميه السليم ريم. ليه؟ لان النوع ده الوحيد اللي فيه سماحيه ان انت تقدر تزود اديشنال ريزيستنس مع ملفات الروتر. انما النوع الثاني اللي هو الكيج او بنسميه السكوير كيج، السكوير كيج الضغط بتاعته الروتر سوليد. ما هياش وايندنج مش ملفات اقدر ان انا اضيف لها مقاومه خارجيه. تمام؟ يبقى النوع ده لا يفضل في مين؟ لا يفضل في الكيتش روتر او ما ينفعش اصلا. مش لا يفضل، ما ينفعش ان انا اعمله في الكيتش روتر اصلا. تمام؟ طب مش في الكيتش روتر بقى ممكن يحط دبل كيتش كونستراكشن دي؟ دي اما اتقال لي طب ايه؟ مستعجل ليه؟ ذاكرت المحاضره قبل ما اشرحها ليه؟ لا. تمام. خلاص كده يا شباب؟ يبقى النوع ده بتاع المقاومه الاضافيه هو موجود فقط في الوندو. انما السكور الكيتش ما ينفعش ان انا ازود مقاومه اضافيه في الموتور، محدش يضحك عليه. ليه؟ لان المفروض انت عارف ان الكيتش بارز دي كيتش سوليد بنسميها داي تاستنج الماتيريال، يعني يعني ملفات مصبوبه يعني نحاس، وكانوا يعني اتصهر الاول لدرجه الذوبان وبعد كده بيتصهر في الايه في السلوتس وبعد كده بيتقفل التو اند رينج، فما فيش سماحيه ليك ان انت تزود مقاومه اضافيه. تمام؟ ليها عيوب المقاومه؟ اه ليها عيوب. بتقلل ايه؟ بتقلل لو انا سبتها لحد الرننج هتقلل لك التورك في حاله الفلوت، ريديوسنج هاي روتر كفر لوسز، هتقلل الروتر كفر لوسز، هتقلل كمان الافشنسي بتاعت الموتور، يعني ليها مشاكل وبتعمل هيتنج في الموتور. تمام؟ وعشان كده قال لك ايه؟ قال لك في الاخر خالص اخر نقطه هنا. قال لك ذيز درو باكس هاويفر دول ريبريزنت ا بروبلم اوف موتور روتر موتورز. طبعا دي في الموتور روتر موتورز. فور ذيز موتورز وي كان ايزلي incorporate high external resistance in series with the motor winding at the time of starting and remove it when the motor operates at full. والمفروض ان انا افصلها بعد ما يوصل للموتور لمين؟ للفول مود. ودي هتبقى محتاجه لها صيانه لان في سليب رينج وسليب رينج مع براشز، والبراشز بحط بعدها ليها ريزيستنس، فالبوتنشيومتر مع الوقت والهيتنج والكلام ده يعني بتحتاج صيانه دوريه وطبعا دي مكلف شويه. دي مشاكل مين؟ مشاكل او اللي هي الدروباكس بتاعت المقاومه الاضافيه. لو جينا بصينا على شكل الفيجر بقى، التورك سليب كاركترستيك زي ما احنا خدناه مع تغير الفولت هناخده مع تغير الريزيستنس. كل ما غير الريزيستنس هيحصل ايه للتي ستارت يا شباب؟ تعالوا الاول نبدا بالكيرف الاولاني ده اللي هو الكيرف السوليد. الكيرف السوليد ده يا شباب لو انا بدات بالمقاومه، لو انا بدات بالمقاومه اللي هي الاساسيه بتاعت الموتور اللي هي الار ان بي، كان التي ستارت هنا. احنا عايزين نبدا بمقاومه اضافيه، يعني نزود على ار 2 نزود مقاومه ثانيه، هنسميها ار 2 داش. يعني الار 2 داش ده عباره عن ايه؟ عباره عن الار 2 الاساسيه ومعاها مقاومه اضافيه. اسمها ار ادد 1. هيحصل ايه للتي ستارت؟ الطبيعي ان هو هيعلى من النقطه دي هيعلى فوق. طب لو زودنا مقاومه ثاني هيعلى اكتر. لو زودت هيعلى اكتر. تمام؟ يبقى كل ما بزود مقاومه اضافيه مع الموتور مع الروتور كل ما الستارت الترك ما يعلى والتيار بيقل لكن مش هنسيب الوضع ده الا في حاله الستارت فقط، وبعد كده بنفصلها برضه جراديوالي. هي بتدخل في الاول كلها مره واحده وبعد كده جراديوالي ايه بنفصلها مع زياده السرعه لحد ما يوصل الى ريتد، تكون كل المقومات انت شلتها من تاني. لا يفضل طبعا ان انت تسرق ايه من تاني. يبقى الكيرف الاولاني الار بتاعت الموتور الاساسيه اللي هو الكيرف السوليد ده، الار ان بي داش ده بفترض ان انا زودت المقاومه مع المقاومه الاساسيه. الخط الثاني اللي هو الفاتح شويه ده تمام، الار 2 اللي هنا ار 2 دبل داش دي معناها ايه؟ معناها ار 2 زائد ار 2 داش زائد مقاومه اضافيه ثانيه. يبقى انا ضفت كل ما بمشي ناحيه الشمال كل ما بزود مقاومات. تمام؟ يعني المقاومات بتكبر، ار 2 دبل داش اكبر من ار داش اكبر من ار 2. تمام؟ ولذلك قلنا ايه؟ قلنا ان دي ستارت يتناسب طرد مع ار 2، كل ما زود ار كل ما الدور يزيد. والاس ماكسيمم بتزيد برضه. ارجعوا للمعادله اللي انتوا خدتوها في الاول هتلاقي ان الاس ماكسيمم ده قانون كده بيساوي ار 2 على جذر ار 1 تربيع زي الاكس ايكوفالنت تربيع. هتلاقي ان الاس ماكسيمم بتتناسب مع ار 2 اللي هي موجوده فين؟ موجوده في البسط فوق. فكل ما بزود الار كل ما الاس بتزيد، يعني ايه تزيد؟ يعني تقرب من الواحد.
يعني الكيرف الاولاني كان هنا الاس ماكس بتاعته كانت هنا، الكيرف الثاني الاس ماكس بتاعته هنا، الكيرف الثالث الاس ماكس بتاعته هنا. ممكن تزود مقاومات لحد ايه؟ لحد ما خلي الموتور يدي لك الستارت تورك بتاعه عند الماكسيمم تورك بتاعه عند الستارت. تاني ممكن افضل ازود مقاومات، كل ما بزود مقاومات كل ما الاس ماكسيمم بيحصل لها شيفتنج فين لحد الواحد، عمال اتقرب من الواحد. الكيرف الاولاني الاس بتاعته كانت هنا الاس ماكسيمم، الكيرف الثاني الاس ماكسيمم بتاعته كانت هنا. وخلي بالكم يا شباب برضه اس ماكسيمم دي انا باكد المعلومه دي طبعا اكيد الدكتور عدى قايلها لكم، اس ماكسيمم مش معناها اقصى سليب، مش معناها اقصى سليب، ده معناها سليب ات ماكسيمم تورك، معناها السليب اللي بيحصل عندها الماكسيمم تورك. اقصى سليب بواحد كلكم عارفينها، اقصى سليب واحد تمام. مش عايز برضه حد يتلخبط، الارقام اللي تحت دي يا شباب السرعه، الارقام اللي تحت السرعه تمام، وقايل لك باليونت سبيد، السرعه هنا بصفر تبقى انت فاهم الاس بواحد تمام، عشان محدش بس يقول الاس هنا بواحد ازاي، بقول واحد وين ما توصل الصفر ده مقصود بالسرعه تمام، والسرعه زي ما قلنا عكس الايه؟ عكس الاس. نرجع تاني، السليب ماكسيمم معناها السليب ات ماكسيمم تورك، ات ماكسيمم تورك كل ما بزود مقاومه مكان الاس ماكسيمم بيتشاف ناحيه الايه؟ الشمال، يعني بيقرب من الواحد. زود مقاومه هنا الكيرف ده هتلاقي الاس بتاعه هنا، نفضل نزود لحد ما نخلي الايه؟ نخلي تي ستارت يساوي تي ماكسيمم. يعني ممكن اخلي الموتور يديني الماكسيمم تورك عند الستارت. تمام كده؟ كده انت استفدت استفاده كبيره جدا، ان خدت اقصى تورك الموتور يقدر يطلعه في حاله حدوث مين؟ الستارتنج، عشان يشيل احمال اكتر من الايه؟ من اللي انت حاططها في الايه؟ في الاكوار. تمام؟ وفي الحاله دي معناها الاس ماكسيمم ايكوال واحد. تمام؟ محدش ينسى الايه؟ الكلام ده. وطبعا الريليشن هنا طبعا التي ماكسيمم ثابت، خلي بالك كل ما بزود مقاومه الماكسيمم تورك ثابت. الماكسيمم تورك لا يعتمد على زياده المقاومه. ارجعوا للمعادله اللي انتوا خدتوها في الاول مع الدكتور عادل، هتلاقي ان الماكسيمم تورك المعادله بتاعته نوت بنت روت ريزيستنس، مفيش في المعادله خالص اي ار 2، ما فيهاش ار 2 اطلاقا، لان المقاومه الاضافيه دي بتضاف مع ار 2 مع مقاومه الروتر، ومقاومه الروتر مش موجوده فين؟ في المعادله بتاعت التي ماكسيمم. علشان كده التي ماكسيمم ثابت، كل كيرف من الكيرفات ده يا شباب الماكسيمم تورك بتاعه ثابت، لكن اللي اتغير مين؟ المكان بتاعه، يعني بدل ما كان هنا بقى هنا، بقى هنا وهكذا، واللي صارت الموتور دي يعلى معايا. تمام يا شباب؟ ندخل بقى للمعلومه اللي ايه؟ اللي الايه بتقول عليها، بتقول ايه؟ بتقول احنا عرفنا ان الفولتج كنترول ليه ميزه وليه عيب، الريزستنس كنترول ليه ميزه وليه عيب. تمام؟ وعرفنا العيوب دي كلها طبعا ايه؟ اخذناها في الحالتين. قال لك علشان انت بقى بتبدا بتيار، اللي عايز تبدا بتيار عالي عند تورك عالي، انا يعني اسف اوريدي التيار بيكون عالي، بس عايز ابدا بتيار قليل عشان اعمل الموتور وما يقلش قوي، احنا مش عايزين نقلل التيار برضه بصوره كبيره، لا احنا عايزين نقلل التيار لو قيمه الملفات تستحملها في حاله اللي هم الثانيتين او الثانيتين ونص بتوع الاستارت، وفي نفس الوقت يدينا تورك عالي علشان نقدر نعمل الميزه دي بقى في السكور الكيتش، لان احنا قلنا ان البوند روتور هو اللي هينفع معاه الكلام ده. طب السكور الكيتش انا مش هقدر ازود له مقاومه، هعمل ايه بقى؟ الكنترول بتاعي ايه؟ هقول الفولتج كنترول ماشي، الفولتج كنترول بس عرفنا ان الفولتج كنترول فيه عيب، ان ممكن يديني ستارت الموتور قليل ما يقدرش يشيل الاحمال في حاله الكروس لود. تمام؟ فقال لك ان احنا هنغير هنا في الديزاين شويه. يبقى فور روترز يوزنج سكور الكيتش، نقرا مع بعض المعلومه دي، فور روترز يوزنج سكور الكيتش وايدنج داي كاست روترز، داي كاست روترز احنا قلنا الروترز بتبقى البارز بتاعتها بتبقى مصبوبه، مصبوبه اللي هي ايه زي ما اتفقنا، بيبقى النحاس بيتصهر او الالومنيوم تمام بدرجه الذوبان، وبعد كده بيتصب داخل السبوتس بتاعت الموتور بيبقى سوليد، فما ينفعش ان انا ازود مقاومه اضافيه. فقلنا طب نعمل ايه؟ قال لك هنا ذا تشينج ان ريزيستنس فروم هاي فاليو ات ستارتنج تو لو فاليو ات فول لود، المقاومه المفروض بتبقى كبيره في عند الستارتنج، احنا قلنا من شويه كده، وبعد كده بنفصل المقاومات دي تدريجيا لحد ما ايه نشيلها خالص، ويتبقى معايا مقاومه الموتور. ده بنعمله من خلال مقاومه اضافيه في حاله الوول بالموتور. طب احنا عايزين نعمل نفس الاسلوب ده في حاله السكور الكيتش، ابدا بمقاومه كبيره علشان احمي الموتور من التيار العالي، وبعد كده افصل المقاومه دي او ما يبقاش ليها وقت تاثير ويبقى مقاومه صغيره هي اللي تكمل معايا. نعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك هنا ذا تشينج ان ريزيستنس فروم هاي فاليو ات ستارتنج تو لو فاليو ات فول لود is achieved by using the different designs of motors. ده هنعملها من كذا تصميم. التصميم الاولاني قال لنا
ديب بار رودر. ديب بار رودر يعني نسميه ديب بار اللي هو يعني البارز او الصوت بتبقى ديب يعني عميقه، الصوت بتبقى النجره بتاعتها داخله في الحديد اللي جوه شويه. تمام هنشوفها دلوقتي. دبل كيج رودر كان نوعها كام؟ تمام قال لنا هنا الدبل بار اند دبل كيج برودكشن رودر. ده عنوان بقى كده اسمه دبل بار اند ديب بار اند دبل كيج برودكشن رودر. النوع الاولاني يا شباب علشان طبعا هيبقى ده تغيير في الديزاين بتاع السكور الكيج. السكور الكيج الطبيعي اللي انتوا درستوه في الاول ده سنجل كيج روتو مش دبل كيج، هو سنجل كيج. تمام واحيانا بيبقى كمان السبوتس بتبقى نارو بار، بتبقى نارو بار يعني البار يعني البارز بتبقى صغيره في السكشن بتاعتها، يعني المقاطع بتاعه البارز اللي موجوده داخل السورس بتبقى قليله. تمام ولذلك هو بيبقى الستارت موتور بتاعه قليل. حتى انتوا خدتوها ممكن ان الستارت موتور فيه السكور كيج اللي هو السنجل كيج من ضمن العيوب بتاعته ان الستارت موتور بتاعه قليل، الستارت موتور قليل ما بيديش الستارت موتور كامل. طيب نعالج المشكله دي ازاي؟ انا في نوعين من الديزاين التانيين. النوع الاولاني اللي هو الديب بار اللي هو الشكل ده بيبقى السلوتس دي عميقه شويه، والنوع الثاني اللي هو الدبل كيج. الدبل كيج بيبقى عندي اثنين لايرز او اثنين كيج في السلوت الواحد، في اللي هي الابر وفي اللور. هنشوفها برضه دلوقتي في شكل ايه. خلينا الاول في النوع الاولاني الديب بار. قال لك الديب بار موتور ان ان اندكشن موتور از يوزد تو اوبتين هاي موتور ريزيستنس. الهدف منه يا شباب عشان محدش يطلق يعني يخاف من شكل المسميات بس ويتخض كده ان الدنيا بدات تبقى صعبه شويه، لا طالما انت فهمت الاساس ايه انت عايز ايه اللي جاي هيبقى سهل. احنا عايزين ايه؟ عايزين ان الموتور يديني في الاول ستارت الموتور عالي والمقاومه تبقى عاليه بتاعت الموتور. ليه تبقى عاليه؟ علشان اخد منها ميزتين، الميزه الاولانيه ان التيار يكون قليل والستارت الموتور يكون عالي. علشان تبدا بمقاومه عاليه في الاول اول نوع من الديزاين اسمه ديب بار موتور. الديب بار احنا عايزين المقاومه بتاعه الروتور تبقى عاليه في الاول وبعد كده تدريجيا تبقى ايه قليله. قال لك الايه؟ ان النوع ده اسمه ايه؟ ديب بار موتور. ذا ديب بار موتور ان انا اندكشن موتور از يوزد تو اوبتين هاي موتور ريزيستنس، بستخدمه عشان احصل على هاي موتور ريزيستنس اد ستارتنج اد ستارتنج اند لو موتور ريزيستنس اد ذا رننج كونديشن. يبقى النوع ده هيجي لك مقاومه عاليه اثناء الايه؟ البدء ومقاومه قليله اثناء الحركه. طبعا اثناء البدء احنا قلنا ثلاث ثواني كتير قوي زي الفل، مش مشكله الثلاث ثواني المقاومه تبقى كبيره في الاول مش مشكله. كده كده انا محتاج منها حاجتين، ستارت الموتور عالي وتيار قليل. كون انها تعمل هيتنج بقى او روست او الكلام ده مش مشكله، ده هي كلها فكره ايه؟ ثانيتين ثلاثه. بعد كده المقاومه هتبقى قليله غصبا عننا، المقاومه هتبقى قليله اثناء الرننج اللي هي الفتره بقى اللي هتكمل معايا لحد ما ايه؟ لحد ما الموتور بيشتغل الى ما لا نهايه. وقت الستارتنج ده اللي بنتكلم فيه فقط. تمام؟ لما نيجي بقى نبص في الشكل ده قال لك ان الشكل ده عباره عن ايه؟ فيجر 4 اللي هو الشكل ده شويز كيج موتور ويز ديب اند نارو بارز، عباره عن ديب اند نارو بارز يعني عميق والبارز دي نارو. تمام؟ ابار مي بي اسيوم تو بي ميد اب اوف نمبر اوف نارو لايرز كونكتد ان بارلل. يعني السلوت اللي هنا يا شباب متقسم لي ثلاثة لايرز. تمام؟ اللاير الأولانية اللي هي الإليمنت A، واللاير الثانية اللي هي الإليمنت B، واللاير الثالثة اللي هي الإليمنت C، ودول كونكتد ان بارلل مع بعض. تمام؟ It seems that the top most layer element A، هنسمي اللاير الأولانية اللي هي التوب هنسميها إليمنت A. تمام؟ والتوب واللي في الميديم هنا اللي هي في النص دي هنسميها إليمنت B. التركيز كله على مين؟ على إليمنت A وآخر واحدة اللي هي الإليمنت C. تمام؟ اللي هي بنسميها اللي هي البوتوم خالص. البوتوم لاير هنا on the other hand the bottom layer C هنسميها C. تمام؟ نركز في حاجتين. الفلكس فوق هنا إيه؟ والفلكس تحت هنا إيه؟ طبعًا ما ننساش إن الروتور يا شباب الستيتور في الأول وتحت منه الروتور. المجال اللي خارج من الستيتور بيقطع اللي هي اللايرز دي. بس أكتر جزء موجود في الفلكس فين؟ أكتر جزء موجود فيه ناحية الإيه؟ ناحية السطح بتاع الروتور. تمام؟ ناحية السطح بتاع الروتور فالفلكس عالي. تمام؟ طالما الفلكس عالي يبقى الليكج إيه؟ يبقى الليكج قليل. يبقى الليكج قليل. يعني الخطوط المجال اللي هي احنا عندنا حاجه اسمها لينكج وحاجه اسمها ليكج. لينكج يعني المجال اللي هيقطع الحديد، المجال اللي هيقطع الحديد هنا في الاول مجال عالي وبالتالي ليكج هيكون قليل، وبالتالي ليكج فلكس هيكون قليل. العكس تحت،
المجال اللي هيقطع المجال اللي هيقطع الحديد من هنا في العمق تحت هنا المجال ده هيكون ايه اللي المجال ايه قليل يعني الليكج هنا هتبقى اعلى بيوم دي الليكج اعلى يعني اقصر اقصر حاجه هنا الليكج خالص تحت انما الليكج هنا ايه الليكج هنا قليل يبقى نقول تاني الخطوط اللي هي الداش دي يا شباب دي خطوط المجال اللي هي بتاعت الليكج فلكس خطوط المجال الليكج فلكس والليكج فلكس ده سبب مين يا شباب بيعمل ايه بمثله في الدايره بليكج رياكتنس يعني بحطه كدايره طرديه باكس فالاكس دي طبعا هي مشكله في الدايره بسبب مين الليكج فلكس الليكج فلكس هنا في المنطقه دي اعلى حاجه ليه لان ده بعيد جدا عن المجال اللي خارج من الاستيتور انما اللي فوق قريب من الاستيتور فالليكج فلكس ايه الليكج فلكس قليله طالما الليكج فلكس هنا قليله يا شباب يبقى الاكس هنا ايه الاكس قليله نتيجه الاندكتنس الاندكتنس هتبقى قليله وبالتالي الاكس هتبقى قليله طب هنا تحت تحت هنا شايفين الخطوط الكتيره اللي تحت دي ده نتيجه الليكج فلكس ده تمثيل لشكل كده اللي هو الليكج فلكس طالما الليكج فلكس عالي يعني الاندكتنس عاليه يعني الاكس عاليه يبقى نقدر نحدد كده حاجتين نقف عليهم ان الاكس اللي فوق يا شباب قليله والاكس اللي تحت كبيره وده بسبب مين؟ بسبب خطوط الليكج فلكس اتفقنا يا شباب؟ الاكس بتاعت اللاير اللي فوق قليله والاكس بتاعت اللاير اللي تحت كبيره لو واحد لسه داخل دلوقتي ولسه فاتح المحاضره كل اللي انا عايزه يفهمه من الديب بار اوضه ان السلوت اللي هنا دي عميقه شويه متقسمه كذا لاير اللاير اللي فوق الفلكس اللي هنا قليل الليكج فلكس الليكج فلكس تمام؟ مش اللي هو اللينكج فلكس انا بتكلم عن الليكج فلكس خطوط المجال اللي هي تبقى الليكج هنا قليله ليه؟ لان ده قريب من ملفات الاستيتور وبالتالي خطوط الليكج قليله يعني الاكس بتاعته ايه؟ قليله العكس تحت ده بعيد عن الاستيتور فالليكج فلكس كبيره وبالتالي ال اللي هي الاندكتنس كبيره وبالتالي الاكس هنا ايه؟ كبيره تمام كده يا شباب؟ ندخل على الايه؟ كل المعلومات اللي احنا نعرفها حاجه صغيره ناخد بالنا فيها. هنا الار الريزستنس بتاع مين؟ ده الريزستنس بتاع الروج الار 2 يعني. اثناء الستارتنج يا شباب اثناء الستارتنج الار 2 صغيره ولا كبيره في الجزء ده؟ كبيره كبيره صح؟ احنا قلنا هتبقى كبيره وهي بقى هيبان زي ما قلت لك تفسير اللي هو السكن افكت. الفريكونسي هنا 50 زيها زي مين؟ زيها زي الاستيتور لان السليب واحد فالفريكونسي بتاعت الروتور هي نفسها الفريكونسي بتاعت الاستيتور. تمام؟ طالما الفريكونسي واحده يبقى احنا هنا هنقدر نقول ان السكن افكت بيخليه مساحه المقطع اللي هيمر فيه للتيار مساحه قليله. مساحه قليله، صح يا شباب؟ طالما مساحه قليله يبقى المقاومة ايه؟ المقاومة ايه يا شباب؟ كبيرة كبيرة المقاومة كبيرة نتفق كده الاتفاق ده يبقى المقاومة فوق هنا ايه؟ المقاومة فوق ايه يا شباب؟ المقاومة اللي فوق هنا ايه؟ كبيرة صح؟ ايوه تمام كبيرة تمام المقاومة كبيرة علشان مساحة المقطع قليلة والاكس ايه؟ الاكس قليل والاكس قليل زي الفل كده زي الفل يبقى التيار في الاول هيكون فين؟ هيمر هنا ولا هيمر هنا؟ لا فوق في المنت ايه؟ هيمر في ايه؟ في بالظبط كده لان الامبيدنس هنا نظريا الامبيدنس هنا هتبقى اكبر من الامبيدنس هنا. احنا قلنا تحت الاكس ايه؟ الاكس كبيره اه بس المقاومه ايه؟ الاكس كبيره عشان الليكج كبير تمام؟ هنا الاكس صغيره بس المقاومه كبيره. هنا العكس تمام؟ طالما التيار في حاله الستارتنج هيدخل الاول في المقاومه الكبيره فانا هيمر في المقاومه الكبيره اللي عندها اكس صغيره. اللي عندها اكس صغيره يعني ده هيتغلب طبعا الار هنا والار هنا واحده تمام تقريبا الاثنين اطباع كارزيستنس لكن اللي بيرجح الكفه هو الاكس الاكس اللي هنا يا شباب الاكس اللي هنا صغيره مع مقاومه كبيره هنا الاكس اللي هنا كبيره مع مقاومه اكبر تمام فالامبيدنس تحت ايه؟ الامبيدنس اللي تحت كبيره والامبيدنس اللي فوق صغيره بس الامبيدنس اللي فوق مقاومتها اكبر فانا عملت يعني الفكره دي خلت ان التيار كده كده هيمشي فوق بس نخليه يمشي في المقاومه الاكبر علشان يحمي الموتور تمام وفي نفس الوقت هيدي لك ترك اعلى في نفس الوقت هيدي لك ترك اعلى دي الايه ده شكل الديب بار شكل بس هو تغيير شكل ايه الديزاين مش اكتر
لما نيجي بقى نفرق كل اللي احنا شرحناه موجود في الطبق ات ستارتنج ذا روت فريكوانسي از ايكوال تو سبلاي فريكوانسي. لحظه الستارت كلكم عارفين ان التردد بتاعه هو نفس التردد بتاع السبلاي. ليه يا شباب؟ لان المعادله دي لسه هتبقى بواحد، فنفس الفريكوانسي بتاعت الاي ام اف اوفر روت اللي هي نفسها بتاعت السبلاي. ذا بوتوم لاير اليمنت سي اللي هو اللي تحت اللاير اللي هي تحت اوفر ذا مور امبيدنس تو ذا كارنت فلو زد ابر لاير اي، يعني عندها امبيدنس اكبر من اللاير اي. يبقى اللاير اللي تحت يا شباب الامبيدنس بتاعتها اكبر من الامبيدنس اللي فوق، علشان كده التيار مش هيمر فيها في الايه في لحظه الستارت، التيار مش هيمر هنا في الايه في المص اللي هنا، هيمر فوق. والمص اللي فوق مقاومته كبيره، مقاومته كبيره بس الامبيدنس قليله، بس الامبيدنس بتاعته قليله. تمام، ده اللي احنا ايه بنقول عليه. زي فور ذا ماكسيمم كارنت فلو ثرو ذا توب لاير، ولذلك قال لك التيار هيمر في التوب لاير الاول اند مينيمم ثرو بوتوم لاير، يعني اعلى تيار هيمر في التوب لاير واقل تيار هيمر فين في المينيمم لاير. This and equal current distribution causes effective rotor resistance to increase، يعني التغيير التيار ده بيخلي لك الايفكتيف rotor resistance كبيره. تمام، with high rotor resistance at starting condition the starting torque is relatively high. المعلومه دي قلنا عليها من شويه، قلنا طالما ان المقاومه كبيره، تمام، طالما ان المقاومه كبيره هتدي لك الستارتنج تورك عالي. ورجعوا للمعادله بتاعت الستارتنج تورك، لو المقاومه كبيره بتاعت الروتر هيدي لك تورك عالي، وطالما هي كبيره هتدي لك تيار قليل، ودي الميزه برضه الثانيه اللي احنا عايزينها. تمام؟ ايوه. اند ستارتنج كارنت از لو. ناو اندر نورمال اوبريتنج كونديشنز ذا سليب اند روتر فريكونسي. تعالوا بقى نرجع لمين؟ للاوبريتنج. مجرد ما عدينا مرحله الستارتنج الموتور هيبدا يطلع بالسرعه الريتد، يبدا السليب يقل تاني لواحد من 100 الى 5% ويبدا يشتغل على الاوبريتنج بتاعته. تمام؟ ده بنسميها النورمال اوبريتنج. تمام؟ كونديشن. السليب هيكون شكله ايه؟ السليب هيكون قليل. وبالتالي الفريكونسي بتاعته ايه؟ الفريكونسي بتاعت الروتر هتكون قليله. الفريكونسي بتاعت الروتر يا شباب هتكون ايه؟ هتكون قليله، لان احنا قلنا ان الفريكونسي بتاعت الروتر اثناء الرننج او الاوبريتنج كونديشن بتاعتنا الاس بي تبقى 1 من 100. بتبقى الاف ار اراوند من 2 ل 3 هرتز، تقريبا الاف ار من 2 الى 3 هرتز. لما الفريكونسي تقل جدا تكاد تكون دي سي، يعني مش دي سي بس ايه؟ احنا نقول انها قربت جدا من ان هي تبقى صفر. هي في حدود من 2 ل 3. هيبقى مساحه المقطع ايه يا شباب؟ اللي هيمر فيها التيار مساحه كبيره بالظبط، وبالتالي المقاومه ايه؟ المقاومه هتقل. وبالتالي ده اللي انا كان قصدي عليه لما جيت افسر لكم حصل اوفر لاب بس في ايه؟ في الحته اللي انا كنت بفسرها في اول المحاضره مع الحته اللي انا قصدي اقولها لكم دلوقتي حالا، ان لما تبقى الفريكونسي صغيره جدا اثناء التشغيل بيبقى السكيت افكت تاثيره مش موجود. تاثيره مش موجود ليه؟ لان تقريبا التردد ده تقريبا دي سي، هو مش دي سي بس انا بقول تقريبا صغير جدا، فتاثير السكيت افكت مش هيبقى موجود، فالتيار هيملى المساحه كلها، التيار هيمشي في المساحه كلها، يعني المقاومه هتكون صغيره عن الاول. تمام، ده اللي احنا عايزينه، ان المقاومه تقل اثناء التشغيل. انا عايز مقاومه قليله اثناء التشغيل، انا مش عايز مقاومه كبيره اثناء التشغيل، عايز مقاومه قليله، لكن عايزها تبقى كبيره اثناء الستارتنج، اثناء الستارتنج، وده اللي حصل في الجزء اللي انا شرحته في الاول. بعد كده قال لك زي امبيدنس اوف فور ليرز ار نيرلي ايكوال. اثناء التشغيل بقى الامبيدنس تقريبا قد بعض، الامبيدنس تقريبا قد بعض، سو كارنت فلو ثرو اول ذا باكس اوف ذا بار ايكوالي. قال لك ان الامبيدنس تقريبا هتكون قريبه من بعض. ليه؟ لان احنا شرحنا طبعا الريزستنس. تمام، وبرده الاكس اللي هنا الاكس ديبند على الفريكونسي، الاكس ديبند على الفريكونسي، الاكس بتساوي اوميجا ال، الاكس بتساوي اوميجا ال، والاوميجا هي عباره عن 2 باي اف في ال. اف مين؟ الاف بتاعت الروتر، والاف دي قليله، فلما الفريكونسي تقل هيجي لك اكس قليله. تمام، ف يعني هنقول تقريبا ان الاكس لما قلت حصل بالانس بينها وبين مين؟ حصل بالانس بينها وبين المقاومه كمان، يعني المقاومه قلت نتيجه السكان افكت، والاكس قلت نتيجه ان الفريكونسي اللي هي موجوده في معادله الاكس الفريكونسي دي قليله، اللي هي الاف ار قليله يا شباب. كلكم عارفين ان الفريكونسي بتاعت الروتر ديبند على السليب، واثناء التشغيل في حاله الرننج بقى خلاص عندنا الستارتنج الفريكونسي دي قليله من 2 ل 3 هرتز، وبالتالي الاكس هتقل، الاكس هتقل، ومعايا ريزيستنس كمان قليله نتيجه السكيب افكت، فالامبيدنس هتبقى قليله جدا اثناء الرننج، ف
فالطبيعي ان الكار هيكون خلاص في اللي هي البارز كلها يعني. تمام كده يا شباب؟ ده اللي هو الايه؟ ده اللي هو الديب بار. دي الكاركترستيك بتاعته السليب توب كيرف فور ديب بار روتور الشوت الفيجر 5. ده التورك ايه اللي هو اللي بتسميه تورك سليب كاركترستيك، شكل التورك مع السليب زي ما كلكم شايفينه كده. بس هو رسمنا في ثلاث كيرفات. الكيرف الاولاني لو انا شغال في حاله اللي هي الهاي روتور ريزيستنس، هاي روتور ريزيستنس ده يعني لو انا شغال على مقاومه عاليه ده شكل التورك. طب بعد كده المقاومه قليله لو روتور ريزيستنس اثناء الرننج. تمام. طب الديك بار روتور ده الديك بار روتور يعني ما بين الاثنين يعني الكيرف الجديد في حاله لو انا استعمل ديك بار روتور يبقى اراوند ما بين الايه؟ الاثنين. يبقى الكيرف الاولاني لو انا شغال على هاي روتور ريزيستنس. تمام. الكيرف الثاني لو روتور ريزيستنس، لو روتور ريزيستنس يعني لو انا عامل ستارتنج والمقاومه بتاعت الروتور قليله ده الكيرف ده. تمام. الكيرف الكبير اللي هو فوق ده، ده لو انا مشغل الموتور على مقاومه اعلى ضفت مقاومه زي النوع اللي هو بتاع الموتور. طيب لو احنا بقى شغالين ديب بار سكور الكيج والبارز بتاعته ديب بار غير النوع الثاني اللي هو النار بار. تمام. هيبقى الكاركترستيك بتاعته واخد الشكل ده. تمام. ده شكل السلوتس يا جماعه، شكل السلوتس دي. ده طبعا الفيجر ده نيما، نيما ديزاين ده اللي هو الناشونال الكتريكال مانيفاكتشر اسوشيشن اللي هو بنسميه اتحاد الصناعات الكهربائيه، اتحاد الصناعات الاتحاد الامريكي للصناعات الكهربائيه، الاتحاد الامريكي للصناعات او القومي يعني الصناعات الايه؟ الاتحاد القومي للصناعات الكهربائيه الامريكي. تمام؟ ده اللي هو نيما اختصار لكلمه نيما. بتلاقي طبعا توصيفات لكل انواع الموتور داخل ايه؟ يعني حاجه زي ستاندرد كده زي الكود يعني. مثلا الاندكشن موتور فيه كذا بروسس، والله الاتحاد الصناعات الامريكي منزل لنا كلاس ايه مواصفات معينه. لو انت عايز التطبيق ده تشوف بقى اي كلاس ينفع تجيب منه كلاس ايه ولا كلاس ايه ولا كلاس ايه ولا كلاس ده. ده بتكلم عن الاندكشن، لكن قيس بقى على كل انواع الموتورز والجنريتورز. هم عاملين مواصفات عالميه طبعا من عندهم اللي هي الناشونال الكتريكال مانيفاكتشر اسوشيشن اللي هي نيما ديزاين. ده نوع من انواع اللي هو كلاس بي لارج ديب روترز. لارج ديب روترز في سمول، في زي ده بس سمول اصغر شويه لتطبيقات معينه. ان شاء الله لما ناخد الكلاس في الاخر هنعرف كل كلاس على حسب التطبيق اللي انت محتاجه يكون شكل الديزاين دي. انا يعني الدكتور اشرف يا جماعه اعتذر ولا نكمل؟ انا محتاج بس ثلاث دقائق يعني هنقول 10 دقائق اكملهم ولا موضوع ده بس؟ يا دكتور هو مشرف بلغني انه هيدخل الساعه 12 ونص، الساعه 2 ونص. ما هو تقريبا هو عنده حاله وفاه. لا 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 انا كلمته، انا كلمته كلمته في الظهر كده قال لي انا في الشغل من الصبح الساعه 2 ونص بالظبط. طب هو دخل الجرش ولا لسه؟ ثانيه واحده بس. لو ما دخلش ممكن الصراحه انا فشلت عشان انا مش قادره استوعب المعلومه تاني. كميه كتير قوي يا دكتور النهارده، كميه كتير النهارده. ده والله انا ظابط الدنيا على اساس، بس هو الكلام ممكن عشان بدايه اول محاضره فانا بحاول استرجع معاكم الحاجات اللي هي شغاله في المحاضره زي مثلا شكل الفريكونس بتاع الروتر وشكل الاي ستار وشكل الاي ستار. يعني لا والله في حاجات جديده كثيره برضه خدناها، في حاجات كثيره جديده. انا كمان يا دكتور. نعم خلينا على ساعتين يا دكتور كده. تمام يا دكتور عشان لسه فين ثانيات كمان يا دكتور. اصل دي ثالث محاضره النهارده يعني وقبلها كنترول ومواد مش كله داخل بيشرح بكميات. الله اكبر. امبارح كان عندنا الميد يا دكتور. طيب اخر ثلاث دقائق وهسيبلكم البي دي اف وهبدا بيها المره الجايه. مش يعني ايه هدردش معاكم. عايز بس سؤال منكم الناس اللي هي هبص بس على الايام كده عشان اتابع الناس. يعني هعمل الاتندنس دي يا مصطفى نسيت الاتندنس. ده برضه الاتندنس هدوره تاني في اخر المحاضره. هو بس الاتندنس ده انا مش ناوي احط عليه درجات يعني ان شاء الله الترم ده، بس ايه هتابع بس حضور الطلبه يعني. الدبل كيج روتر يا شباب انا برضه وانا بشرحها كاني بعمل ريفيجن اللي انا قلته. احنا اتفقنا ان احنا عايزين حاجتين يتحققوا معايا، ان انا ابدا بمقاومه كبيره علشان احمي الموتور من التيار العالي وفي نفس الوقت اخد تورك عالي تورك لحظه الاصابه. يبقى الهدف من كل الكلام النهارده سواء كان ديب بار روتور
او ان انا اضيف مقاومه في الفولت موتور العادي او الدبل كيج موتور. الهدف من الثلاث حاجات دول ان انا ابدا بمقاومه كبيره تحميل الموتور من الانراش كارنت العالي اللي هو تيار الفجأة اللي هو العالي، تمام، ما تحرقش الملفات. والهدف الثاني ان انا اخد ستارت الموتور كعالي اقدر اشيل من احمال. ده كده الكونكلوجن بتاع ازاي ان انا اضيف مقاومه للروتور اثناء الستارت، سواء كانت الورد روتور او ان انا اعملها من خلال الديزاين. من خلال الديزاين خدنا النوع الاولاني اللي هو الديد بار روتور. النوع الثاني بقى دلوقتي حالا بقى اللي هو الدبل كيج روتور. انا مش هشرح دي للسلايد دي فقط بس مش اكتر، يعني مش يعني دردشه كده وهبدا بيها ثاني المره الجايه عشان بس نقفل الفكره بتاعتنا. الفكره اللي احنا عايزينها ايه النهارده من الديزاين المختلف ده؟ احنا عندنا في الدبل كيج هنعمل حاجتين في الصوت الواحد. الكيج اللي فوق دي بتبقى اللي هي التوب بار اللي هي التوب اللي هي العاليه، والتحت اللي هي البوتوم، تمام، دي بنسميها البوتوم بار، تمام، واللي فوق اللي هي التوب بار، تمام كده. لو انت لاحظت اللي فوق الكروس سيكشن طبعا في كوندكتور زي يكون هنا داخل الصوت ده، المص اللي جوه ده الكروس سيكشن بتاعه قليل، والمص اللي هيبنى الصوت ده الكروس سيكشن بتاعه ايه يا شباب؟ الكروس سيكشن بتاعه كبير. تعالوا بقى نقولها كده بالمعادله اللي انتوا خدتوها في السنه الاولى. الار بتساوي رو في ال على الاريا، رو في ال على الاريا، مساحه المقطع تتناسب عكس مع المقاومه. ده مساحه المقطع ايه يا شباب؟ قليله، مقاومه كبيره، قليله، وبالتالي المقاومه تبقى ايه؟ كبيره، تبقى كبيره، تمام كده. وهنا مساحه المقطع كبيره تبقى المقاومه ايه؟ مقاومه صغيره. كده اتفقنا مين المقاومه الكبيره ومين المقاومه الكبيره. المقاومه الكبيره اللي مساحته قليله والمقاومه الصغيره اللي مساحته كبيره. طب الاكس بقى يا شباب مين الاكس بتاعته اكبر؟ الاكس ناحيه الكوندكتور اللي فوق ولا الاكس ناحيه الكوندكتور اللي تحت؟ اللي فوق كبير، الاكس بتاعته كبير. لا اكس، الاكس مساحته صغيره. الاكس يا شباب الاكس كلكم عارفينها اوميجا ال، والال هي عباره عن الكوندكتور، والاندكتنس دي بتحدث بسبب الليكج رياكتنس او الليكج فلوكس، بسبب الليكج فلوكس، تمام. مين اللي عنده ليكج فلوكس اعلى، التوب بار ولا البوتوم بار؟ البوتوم بار، تمام. شايفين خطوط المجال اللي هي تحت دي؟ ده خطوط المجال اللي هي بنسميها ليكج، اللي هي حصل لها تسريب، فبتقطع مين؟ بتقطع الحديد او الكوندكتورز اللي تحت. فهنا في كميه من الليكج فلوكس كبيره، تمام. فكان الملف اللي جوه الاكس بتاعته عاليه هي اللي خلت اللي يحصل ليكج فلوكس. عارفين لو الملف اللي تحت لو افترضنا ان الاكس بتاعته قليله هيبقى الفلوكس هيقطع الملف بالحديد بتاعه، مش هيحصل تسريب لخطوط المجال، وده لو احنا عندنا بقى بالمبيلتي عاليه جدا. لكن ان خطوط المجال اللي تحت كبيره نتيجه ان الملف ده بعيد عن الفلوكس اللي جاي من الستيتور في العمق تحت، فنتيجه ان هو بعيد عن الستيتور فالليكج فلوكس هنا اكبر، انما ده قريب من الستيتور، التوب بار ده قريب من الستيتور، فخطوط المجال اللي بيحصل لها تسريب ليكج قليله، وبالتالي الاكس هنا ايه؟ قليله، والاكس هنا كبيره. يبقى الاكس اللي فوق قليله والاكس اللي تحت ايه؟ كبيره. كده عرفنا الاثنين ايه؟ ان المقاومه هنا صغيره، المقاومه هنا كبيره علشان الاريا صغيره، والمقاومه هنا صغيره علشان الاريا كبيره، تمام. والاكس العكس، الاكس هنا كبيره والاكس هنا ايه؟ صغيره. دكتور دكتور اشرف حنفي رن عليا وقال لي ان بدا، بصيت الناحيه الثانيه لقيته بدا فعلا، مفيش حد معاه في المحاضره هناك. تمام ماشي. انا سؤال كده يا باشا هقفل خلاص. سؤال كده الطياره هتمر فين الاول؟ هيمر فوق، هيمر فوق في المقاومه الكبيره، صح؟ اه هيمر في المقاومه الكبيره. واحد يقول لي طب ليه ما ماشيش في المقاومه الصغيره؟ علشان هيمشي الاول، عشان انا عايز في الاول اقل كرنت، علشان الامبيدنس اللي فوق هي الاصغر من الامبيدنس اللي تحت. الامبيدنس اللي تحت بالرغم ان المقاومه صغيره بس الاكس بتاعتها كبيره، فالتيار بيبص على الار والاكس، التيار بيبص على مين؟ على الار والاكس. هنا مش هيمشي تحت، هيمشي فوق بالرغم ان اللي فوق مقاومه اكبر من تحت، لكن الاكس فوق اكبر. احنا عايزين نحمي مقاومه الملف، عايزين نحمي الملف نخلي مقاومته اكبر، فالتيار غصب عننا يمشي فوق في الامبيدنس اللي فوق اللي هي ليها مقاومه ايه؟ ليها مقاومه اكبر واكس صغيره.
ومش هيمشي تحت في الاول لان المقابله اللي تحت صغيره تمام، بس الاكس ايه؟ الاكس كبيره. وهقول لكم برضه ليه الاكس كبيره تاني، لها برضه سبب تاني، علشان الفريكونسي اثناء الاستارتنج اعلى ما يمكن، فالاوميجا ال هتبقى عاليه كمان. يعني الاكس هتبقى عاليه تحت بسبب حاجتين، ان الفريكونسي عاليه والال عاليه. الفريكونسي 50 عند الاستارتنج والال عاليه نتيجه الليكج ايه؟ الليكج فلكس. تمام؟ فغصب عننا التيار هيدور لفوق مقاومه كبيره واكس صغيره، وبعد ما الموتور بيبدا يتحرك التيار مش هيمر لفوق بقى، خلاص عدى الستارتنج، هيمر في المقاومه الصغيره والاكس هتبقى هنا صغيره تحت. ليه؟ الاكس هتبقى صغيره تحت علشان ايه يا شباب؟ علشان الفريكونسي هتبقى صغيره جدا، فالاكس هتطلع تقل تاني. تمام؟ يبقى اثناء التشغيل التيار هيمر في الابر لاير او الابر كيج اثناء التشغيل اللي هي مقاومته كبيره، وبالتالي خدت الميزتين اللي احنا قلنا عليهم، خدت تيار قليل اثناء الستارتنج نتيجه المقاومه الكبيره، وخدت ستارتنج بترك عالي. بعد ما الموتور بيبدا يشتغل التيار هينزل يمر تحت، دول توازن، مش هيمشي في المسار اللي هو الاولاني بقى، لا هيمشي في المسار التاني. ليه؟ لان المقاومه تحت هي المقاومه الاصغر، والاكس تحت هترجع تقل تاني نسبيا لان الفريكونسي اثناء الرابر بتبقى صغيره. تمام؟ يبقى احنا كده خلينا التيار في الاول يمشي فوق، وبعد ما يشتغل يمشي تحت. ان شاء الله المره الجايه كده خلاص، ان شاء الله المره الجايه يا شباب هبدا من هنا تاني، هنفصلها بقى بالتفصيل مين هي الدبل كيتش موتور، ونبدا ناخد شكل الديزاين بقى في الحقيقه بسيطه برضه كده، مش هناخد ثلاث دقائق كده، وناخد بقى ونفس السلايد دي هو اللي انا قلته بالظبط، اللي انا شرحته بالظبط مكتوب في النوتس الصغيره دي، وناخد الكاركترستك شكلها ايه، وناخد الايكوفالنت سيركت، ونحل مساله على الايكوفالنت سيركت. ده ان شاء الله هيكون في هنقول في نص ساعه ساعه الا ربع، وناخد السبيد كنترول المره اللي جايه ان شاء الله. شكرا لكم يا شباب، هبدا يعني بالسبيد كنترول في المحاضره اللي جايه. هنزل لكم شيت، هنزل لكم شيت على الموضوع ده بتاع النهارده. هنزل لكم شيت لوحده كده على الستارت اب، في اربع مسائل مثلا، والسبيد كنترول هخليها شيت لوحده. شكرا لكم يا شباب. انا هحمل برضه الاتندنس الثاني بتاعكم. يا دكتور قبل ما تقفل اعمل اند ميتنج يا دكتور، مش ليه صح كده فكرتني انت